بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. النهاردة إن شاء الله نستمتع بإذن الله بحلقة مميزة في كورة كل يوم بإذن الله. عندنا حاجات كتير هنتكلم فيها، هنتكلم عن جائزة الفرانس فوتبول اللي اتعملت النهاردة في فرنسا، حفلة اللي اتعملت طبعا كالعادة نجمنا المصري كان من ضمن المرشحين للفوز بجائزة الفرنس فوتبول. هنتكلم كمان عن الدوري بكرة، بداية الدوري المصري إن شاء الله الموسم الجديد 2022-2023. هقول لكم أخبار كتيرة جدا عن الدوري المصري اللي هيبدأ بكرة بإذن الله. عندي كمان تصنيف الفرق في أفريقيا، تصنيف الأهلي وتصنيف الزمالك في بطولة دوري الأبطال عشان القرعة هتتعمل إن شاء الله، نعرف بقى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. كمان هنتكلم في حاجات كتيرة جدا جدا، الملاعب، وفي جدول كابتن عامر حسين نزل جدول الكاس مصر اللي هو بتاع السنه اللي فاتت اللي احنا بنكمله لغايه دلوقتي ان شاء الله، دور الثمانيه والدور قبل النهائي والمباراه النهائيه في بطوله كاس مصر. هقول لكم المواعيد خلاص بشكل نهائي. اتعملت الملاعب، خلاص تم تحديد الملاعب للفرق في الدوري الممتاز المصري زي ما قلت لكم امبارح، والحمد لله امبارح يعني انفردنا بالقصه دي. قلت لكم الموافقات الامنيه يعني ما جاتش، او النادي المصري هيلعب على استاد برج العرب حتى الان مباراته الاولى على الاقل مع سيراميكا المصري، بيحاول ينقل ماتشاته الى استاد السويس. النادي الداخليه هيلعب ماتشاته على استاد السويس الجديد، في استادين خلي بالكم في السويس، في استاد الجيش في السويس وفي استاد السويس الجديد. الداخليه هيلعب ماتشاته على استاد السويس الجديد. مباراه الاسماعيلي والاهلي كما يعني اكدنا امبارح ان المباراه هتتلعب في استاد برج العرب ان شاء الله بعد بكره، مباراه الاسماعيلي والاهلي، والماتشين بتوع الاسماعيلي والاهلي هيتلعبوا في استاد برج العرب، يعني مباراه الذهاب في الدور الاول ومباراه العوده في الدور الثاني برضو، الاثنين هيتلعبوا على استاد الجيش في برج العرب باذن الله. خلينا نبدا بالحفله، وكالعاده كان عندنا امل ان محمد صلاح يعني ممكن يقرب شويه من المراكز المتقدمه في جائزه الفرنس فوتبول، من الجوائز الكبيره جدا في عالم كرة القدم. من محمد صلاح جه في المركز الخامس، هم بيشوفوا الإنجازات الشخصية وإنجازات الفرق اللي هم بيلعبوا فيها. يعني مثلا محمد صلاح بيلعب في ليفربول، ليفربول عمل إيه؟ بيلعب في منتخب مصر، منتخب مصر عمل إيه؟ ففي حاجات رجحت مثلا ساديو ماني على محمد صلاح. ساديو ماني جه في المركز الثاني بعد كريم بنزيما، كريم بنزيما فاز بجائزة الفرنس فوتبول كأفضل لاعب في العالم في الموسم الحالي، لاعب طبعا ريال مدريد وهداف ريال مدريد، اهو ده الترتيب بتاع اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية. كريم بنزيما ريال مدريد، طبعا كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد ومن الهدافين الكبار كمان لمنتخب فرنسا، وحاجات كتير جدا حققها كريم بنزيما مع ريال مدريد، خد دوري ابطال اوروبا وخد الدوري الاسباني. ساديو ماني اللي رجحوا على محمد صلاح ان ساديو ماني صعد مع منتخب السنغال الى كاس العالم وفاز مع منتخب السنغال ببطوله امم افريقيا، فدي برضو رجحت ساديو ماني رغم ان هو ارقامه اقل من محمد صلاح في ليفربول، لكن الانجاز الدولي على 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 مستوى المنتخب ساديو ماني مع منتخب السنغال حقق بطوله امم افريقيا ووصل كاس عالم، احنا ما حصلش كده مع محمد صلاح. المركز الثالث كيفن دي بروين، طبعا لاعب مانشستر سيتي الانجليزي وتألق مع مانشستر سيتي، كان خد الدوري مع مانشستر سيتي وبرضه مع منتخب بلجيكا. روبرت ليفاندوفسكي طبعا من الهدافين الكبار جدا نادي بايرن ميونخ وهداف الدوري الالماني وهداف بايرن ميونخ، انتقل لبرشلونه الاسباني السنه دي. ومحمد صلاح نجمنا المصري تفوق على امبابي وتفوق على لعيبه كتير يعني هو سبقهم في الترتيب. وطبعا برضه عايز اقول لكم حاجه، احنا زعلانين عايزين محمد صلاح دايما في المركز الاول او الثاني يبقى قريب، لكن على مستوى العالم يا جماعه يكون عندك لعيب مصري في المركز الخامس على مستوى العالم دي حاجه برضه مشرفه جدا جدا. يمكن محمد المشكله بس في محمد صلاح انه ما حققش الحاجات اللي كان يطمع فيها مع منتخب مصر اللي هو يكسب بطوله امم افريقيا يوصل كاس عالم، زي ما قلت لكم ساديو ماني حقق الكلام ده، فعشان كده محمد صلاح راح في المركز الخامس. كيليان امبابي في المركز السادس، كورتوا حارس ريال مدريد المركز السابع، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد المركز الثامن، لوكا مودريتش المركز التاسع، ايرلينج هالاند المركز العاشر مهاجم مانشستر سيتي، يعني سون يونغ مين اللاعب الكوري الجنوبي لاعب توتنهام في المركز ال11، رياض محرز في المركز ال12 لاعب مانشستر سيتي. فكل الحاجات دي
يعني الحمد لله محمد صلاح برضو في مكان كويس جدا على مستوى اللاعبين في العالم. خلينا نشوف كده كريم بنزيما وهو بياخد كلها جائزة أفضل لاعب في العالم وحصل عليها كريم بنزيما نجمنا المصري محمد صلاح كان في المركز الخامس على مستوى العالم وده رقم برضو ومركز مميز جدا. بصوا يا جماعة محمد صلاح في الأربع خمس مواسم الأخيرة في 2018 كان في المركز السادس، في 2019 المركز الخامس، 2021 الموسم اللي فات المركز السابع، والسنة دي خلي بالكم 2020 الجايزة ما اتعملتش أو الحفلة ما اتعملتش عشان كان موسم الكورونا فلغوا حفلة الفرنس فوتبول ساعتها في 2020 اللي هو الموسم اللي قبل اللي فات. ف 2021 السنة اللي فاتت كان المركز السابع والسنة دي 2022 في المركز الخامس. نتمنى ان محمد صلاح ان شاء الله ان شاء الله في السنين الجاية يوم من الأيام يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، ومحمد صلاح مش بعيد، محمد صلاح دايما في المنافسة ودايما في المربع الذهبي زي ما بنقول دايما في أفضل لعيبة في العالم. طيب ده بالنسبة للحفل النهاردة. خلينا ناخد بقى تقرير عن حصول كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب في العالم، جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول، خلصنا منها وقلنا لكم كل التفاصيل اللي تمت في الحفلة النهاردة وحصول كريم بنزيما على جائزة الكرة الذهبية. بكرة إن شاء الله أو يعني خلال الفترة الأيام القليلة القادمة هتبدأ بطولة كأس العالم لكرة اليد، الأهلي بيمثل مصر وبيمثل قارة أفريقيا في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والأهلي خلاص ماتشاته اتحددت، هيلعب مع فريق مضر السعودي وفريق بنفيكا البرتغالي، واحنا كنا قلنا لكم الكلام ده من لما القرعة اتعملت. الأهلي هيبدأ ماتشاته إن شاء الله بكرة 18 أكتوبر الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة، الأهلي هيلعب مع فريق مضر السعودي، وبعدين هيلاعب بنفيكا البرتغالي يوم الخميس الساعة 4:15، الخميس اللي جاي الساعة 4:15، دول الماتشين بتوع الأهلي، وإن شاء الله الأهلي يقدر يعني أنا متوقع إن الأهلي يكسب الماتشين ويقدر يصعد للأدوار التالية في بطولة كأس العالم للأندية. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي في البطولة، كنا نتمنى كمان الزمالك يكون في البطولة لكن الزمالك خسر البطولة العربية أمام الترجي التونسي، وبالتالي الأهلي هو الفريق اللي بيمثل قارة أفريقيا وبيمثل مصر طبعا في البطولة. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في المباراة القادمة. طيب قبل برضو ما نروح للدوري ونروح لمصر خليني أقول لكم التصنيف بتاعت الأندية المتأهلة لدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، تصنيف الفرق عشان القرعة لما تتعمل يبقى عارفين التصنيف، الأهلي في التصنيف الكام والزمالك في التصنيف الكام، اللي ممكن على فكرة الفرقتين يلعبوا مع بعض يبقوا مع بعض في نفس المجموعة، الأهلي في التصنيف الأول والزمالك في التصنيف التالي. خلينا نشوف كده تصنيف الفرق في دوري أبطال أفريقيا، الفرق اللي تأهلت إلى دور ال 16، التصنيف الأول للأهلي والترجي الرجاء والوداد، دول التصنيف الأول، أنتوا عارفين بقى في التصنيف الثاني سان داونز الجنوب افريقي، الزمالك المصري طبعا، بيترو اتلتيكو الانجولي، حوريه كوناكري الغيني، يعني في امكانيه ان ممكن الزمالك والاهلي يبقوا في مجموعه واحده، ان تصنيف الاهلي الاول التصنيف الاول وتصنيف الزمالك التصنيف الثاني. بالنسبه للتصنيف الثالث سريعا كده، سيمبا التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، شبيبه قبائل الجزائري، الهلال السوداني، التصنيف الرابع القطن الكاميروني، المريخ السوداني، فايبرز الاوغندي، وفيتا كلاب الكونغولي او فريق رايل كلاب البوركيني اللي هيكسب منهم في مباراه العوده ان شاء الله. خلينا نروح للاستاذ عبد الحكيم صرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، لسه يعني من شويه كده سمعنا كلام ان كابتن حسام بدري احتمال يرحل عن فريق وفاق سطيف، في مشاكل وكابتن حسام متضايق من بعض الحاجات وبيقول لك المستحقات الماليه للعيبه، وطلع بيان وقال لك ان الامور مش ماشيه بشكل كويس في وفاق سطيف. فمعايا الاستاذ عبد الحكيم صرار رئيس النادي، رئيس نادي وفاق سطيف، طبعا بنرحب بيه في قناه الحياه وبرنامجنا كره كل يوم. استاذ عبد الحكيم ازاي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا اخ حسام، كيف حالكم؟ اموركم تمام؟ الحمد لله، مرحبا بك. الله يخليك، بنرحب بيك وبكل اشقائنا طبعا الجزائريين. اهلا وسهلا، مرحبا بنا. الله يخليك، عايزين نعرف يعني ايه اللي بيحصل، موقف كابتن حسام البدري من الاستمرار في تدريب وفاق سطيف او الرحيل عن تدريب وفاق سطيف. اولا من ضمن الامور جد هادئه ما بين الاداره، ما بين مجلس الاداره والكابتن حسام البدري، لا تجد مشكله. الشيء الاكيد ان
سوى وفاق سيف او حسام البدري متعودين على اللعب الادوار الاولى في الدوري الجزائري والمشاركات الافريقيه. نظن النتائج في بدايه المباريات النتائج متوسطه نوعا ما، نفس النقاط التي حكمنا عليها تخديات وخمسيات. كابتن حسام ما تقبل يعني متعود على النتائج جدا ايجابيه، هو يعني مقلق نوعا ما، ولكن ذهابه من وفاق سيف هذا امر غير طبيعي. حسين البدري باقي على راس العارضه الفنيه بدون شك، الفريق يعيش مشاكل داخليه من الجانب التسييري، بدون شك اي مدرب يشوف الامور في الحاله تتدهور من مباراه الى مباراه من اسبوع لاسبوع، بدون شك يفكر في اسمه ويفكر في قدراته ويطلب في اي لحظه انه يغادر الفريق، ولكن هذا الشيء لم يحصل تماما ولن نستغني عنه. حسام البدري يبقى دائما قامه من قامات الكره العربيه والكره المصريه خاصه، نحن نفتخر بوجوده على راس عارضه نادي وفاق سيف، وبالتالي ان شاء الله ننتظر المباريات القادمه، ربما ان شاء الله سيكون تحسن من جميع الجوانب، وبالتالي نحن اعطينا فريق جديد في انتداب 18 لاعب، فيه يعني فريق يكون من شباب من لاعبين ليس لهم تلك الخبره الكبيره، وبالتالي لا يوجد يعني موضوع حسام البدري في وسط نادي وفاق سيف. يعني في تمسك من جهه نادي وفاق سيف باستمرار كابتن حسام البدري على راس القياده الفنيه للفريق. في تمسك من الاداره ومن الجمهور، يعني كل الجمهور كثير ومحترم كثير، وحياته ومشواره التدريبي يشهد عليه، ولسنا نحن الذي نقدم حسام البدري، وهذه الاسطوانات القادمه يعني حتى وتكون نتائج سلبيه انا لا احملها الى المدرب حسام البدري، لاننا في صدد تكوين فريق جديد. اي طيب، هو بس كابتن حسام كان منزل يعني بيان او تصريحات ان هو في اوضاع مش عاجباه في النادي، مفيش موارد ماليه، في ازمات ما بين اللعيبه بسبب تاخر المستحقات الماليه، عدم اخي يعني انا بقى يا اخي انا نقول لك اتفضل يا اخي انا نقول لك حاجه اتفضل، اذا استمرت الاوضاع هكذا، اذا استمرت الاوضاع هكذا فالشخصيه لن يتخلى عن حسام البدري، بس ان حسام البدري ربما يصبح مجبر على المغادره لن يتقبل الوضع، لاننا بالفعل نعيش ذائقه ماليه كبيره ونعيش تدهور تسييري من سوء الى اسوء، وبالتالي هذا امر عندي موجود في الكره العالميه ليس في الكره العربيه فقط. وبالتالي انا نتكلم كرئيس مجلس اداره، انا شخصيا بكل اعضاء مجلس الاداره والمنخرين نحن متمسكين بحسام البدري، وسنحاول ونجهد لتوفير كل الامكانيات الماديه، وحيثك عن ان حسام البدري لديه كل الامكانيات لا ينقصه شيء، ولكن هو بدون شك يحتار عن الفريق على اللاعبين. اما الطاقم الفني فهو في اريحيه سواء المدين او بالحضور. طيب انا عرفت ان كان في اجتماع ما بين حضرتك ومجلس اداره نادي وفاق سيف مع الكابتن حسام البدري يعني قريب، كان في اجتماع؟ كان في اجتماع بيني وبين المدير العام وحسام البدري، وكان اتفقتوا على ايه؟ اتفقنا على مواصلته او اتفقنا مساندتنا غير مشروطه لحسام البدري ونكون مشوارنا، وكره القدم علمتنا الحياة ما فيه مراحل، حتى الفرق الكبيرة تمر بمراحل صعبة. أي أتمنى إن شاء الله أن نستعيد أريحيتنا وصحتنا. وكابتن حسام بلغ حضرتك أن هو مكمل مستمر مع الفريق؟ بدون شك يعني. بدون شك. تمام. هو موجود في الملعب يعني في المساء الساعة 6 كان موجود في التدريب. وكان عندي كلام معاه بالليل بالهاتف. أصل حضرتك يعني البيان بتاع كابتن حسام البدري، البيان اللي طلعه كابتن حسام طلع من حوالي ساعة من شوية يعني، فعشان كده بسألك الجلسة كانت امتى يعني؟
ما بينك وما بين او الاجتماع كان امتى؟ هو حتى البيان اللي طلع حسام البدري انا اعلم به، يعني قال لي حنطلع بيان. ايوه هو انا اعطيته التصريح وطلع بيانك. تمام، نتمنى لكم التوفيق والله، يعني نادي وفاق سطيف والجزائر كلها من الدول طبعا الشقيقه، ونادي وفاق سطيف نادي كبير، نتمنى لكم كل التوفيق مع كابتن حسام ان شاء الله الفتره القادمه. شكرا حبيبي، مع السلامه. حبيبي كابتن عبد الحكيم السرار رئيس نادي وفاق سطيف. هو طبعا يعني الاستاذ عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف بيقول طبعا ان كل نادي في العالم معرض ان يحصل ازمه ماليه، وطبعا الفتره اللي فاتت انتوا عارفين في ازمات ماليه كبيره في انديه كتير على مستوى العالم، طبعا بسبب ازمه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه، حاجات كتير يعني عامله ازمه اقتصاديه في العالم كله مش في الانديه الرياضيه بس. فطبعا في اوضاع مش عاجبه الكابتن حسام البدري، طبعا كابتن حسام بيخاف على اسمه، عايز يعمل نتائج كويسه. حتى الان كابتن حسام البدري لعب 6 ماتشات في الدوري الجزائري، وفريق وفاق سطيف من الفرق اللي بتنافس دايما في الجزائر، فريق وفاق سطيف المركز ال 11 من 16 فرقه، الدوري في الجزائر 16 فريق بيحتل وفاق سطيف المركز ال 11، يعني في مركز يعتبر متاخر، عنده 8 نقاط من 6 ماتشات، يعني من 18 نقطة فريق وفاق سطيف حصل على 8 نقاط فقط. آخر مباراة لوفاق سطيف كانت خسارة أمام فريق اتحاد خنشلة، فريق يعني أنا أول مرة أسمع عنه في الجزائر، ممكن فريق صاعد، وكانت المباراة على أرض وفاق سطيف، المباراة دي أغضبت بشدة جمهور وفاق سطيف، وأكيد أغضبت كمان كابتن حسام البدري. والسنة دي زي ما قال الأستاذ عبد الحكيم سرار إن في حوالي 18 لعيب جديد في وفاق سطيف، عاملين فرقه جديده. ف زي ما سمعنا كده ان اداره وفاق سطيف والجمهور متمسكين بكابتن حسام، بس البيان بتاع كابتن حسام اللي طلعه من شويه بيقول ان كابتن حسام عايز يمشي من وفاق سطيف. يعني كابتن حسام كاتب ايه؟ اعلن حسام البدري مدير، ده البيان اللي كابتن حسام البدري مطلعه، اعلن حسام البدري مدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري انه يعتزم الرحيل والتخلي عن القياده الفنيه للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استمرار سوء الأوضاع المحيطة بالنادي والمتمثلة في عدم تدبير الموارد المالية اللازمة وحدوث أزمات عديدة بين اللاعبين بعد تأخر مستحقاتهم المالية منذ انضمامهم للفريق في بداية الموسم، وعدم تحقيق التدعيمات الفنية الكافية مثل باقي الفرق التي دعمت بعناصر قوية وأصحاب خبرات. أصدر البدري بيان عقب اجتماعه مع مجلس إدارة النادي اليوم ومصارحتهم بصعوبة الموقف نتيجة هذه العراقيل والتي تخطت كل الحدود وأصبحت عائقا في طريق إعادة تكوين الفريق وتلبية طموحات الجماهير، وما اعترف به مجلس الإدارة في بيانه الرسمي أمس. طيب أقول لكم حاجة، كابتن حسام البدري عايز يمشي، إدارة وفاق سطيف زي ما سمعنا كده بيتمسكوا به أعتقد لنواحي مالية للحفاظ على حقوق النادي، عشان لو كابتن حسام البدري هو اللي مشي يبقى هو اللي يدفع الشرط الجزائي. ده اعتقادي يعني، حتى مع احترامي طبعا للاستاذ عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف اللي كان معانا دلوقتي على الهوا من الجزائر، هو عنده اعترف ان هو عنده ازمه ماليه في نادي وفاق سطيف وبيعيش أسوأ فتراته الماليه او الاقتصاديه، وهو بيقول لي ان الناس متمسكين بالكابتن حسام البدري والجمهور متمسكين بالكابتن حسام البدري، لكن كابتن حسام شكله كده من خلال البيان ده ان هو بيمهد لرحيله عن وفاق سطيف. وهو كمان الاستاذ عبد الحكيم قال لي ان كابتن حسام البدري قايل له ان هو هيطلع بيان يعني عشان يوضح الامور للجماهير وللاعلام يعني. طيب ده بالنسبه لموضوع كابتن حسام البدري. خلينا نروح للكابتن وائل رياض شيتوس، طبعا مدرب المنتخب الاولمبي، والمنتخب الاولمبي ان شاء الله عنده مباراتين في الدور التمهيدي الثاني للتصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024 مع اسواتيني، وهنسافر ان شاء الله يوم الخميس القادم الى اسواتيني، ومعايا حتى القايمه بتاعه اللعيبه اللي تم اختيارها. لكن خلينا نطمن من كابتن وائل رياض على المنتخب، واكيد هم اتفرجوا كمان على منتخب اسواتيني. كابتن وائل ازاي حضرتك؟ ازيك كابتن كريم؟ ازيك يا نجم؟ عامل ايه؟ وحشني. وانت والله وحشني جدا. وانت والله ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ متالق حبيبي، ربنا يكرمك. كله تمام؟ كله زي الفل. عايزين بقى جيل جامد كده ان شاء الله ونلعب في الاولمبياد يا كابتن وائل. ان شاء الله باذن الله يا رب. يا رب ان شاء الله. متفائل بالمنتخب ده؟ منتخب جديد انا عارف. متفائل ان شاء الله، اللي عندنا صعوبات طبعا ضيق الوقت بتاعنا انما يعني ان شاء الله باذن الله شغالين وناويين ان احنا ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه.
استفدتوا من الماتشين بتوع بنين يا كابتن وائل؟ استفدنا بشكل كبير جدا طبعا، خاصه الراجل ما كانش عارف اللعيبه وما كانش اتفرج عليهم، يعني كان كل الموضوع عباره عن مشاهده بس تلفزيونيه. وعملنا معسكر قبلها حوالي 5 6 ايام، فكون ان هو يشوفهم في مباراه رسميه، مباراه وديه يعني مع منتخب افريقي، اعتقد ده خلاه ياخد فكره بشكل كبير وياخد انطباع، وان كنا برضو كنا ناقصين بعض اللعيبه يعني المهمه بالنسبه لنا. ايوه بس فانما في المجمل طبعا استفدنا بشكل كبير جدا جدا يعني. طيب اتفرجتوا على منتخب اسواتين يا كابتن وائل؟ اتفرجنا بشكل مش رسمي يعني، اتفرجنا حاجات بسيطه كده. يعني لا مش كلنا قاعدين في محاضره بنتفرج على الفريق كده، انما كل واحد اتفرج وعلى كتب الملاحظات بتاعته ودونها، وباذن الله مع بدايه المعسكر هنبدا نقعد ونتكلم بشكل جماعي. دايب. سواء كجهاز فني او كمان كلعيبه. الماتشين بتوع اسواتيني دول مؤهله للبطوله اللي هي بتتعمل، اللي هي بطوله امم افريقيا تحت 23 صح، اللي هي بتوصل للاولمبياد اول ثلاثه في البطوله بيروح الاولمبياد، بتوصل للدور اللي بعد كده الاول اللي هو هيبقى في شهر 3. يعني في دور لسه قبل البطوله المجمعه. طبعا يعني غير الدور اللي احنا هنلعبه ده مع اسواتيني، في دور تاني. وكان في دور قبلينا. الدور الاول انا عارف عارفين منه، عشان احنا ابطال افريقيا في 2019. ايوه احنا اتعافينا منه فدخلنا على الدور الثاني على طول، وباذن ربنا ان شاء الله يعني نتاهل من الدور ده على الدور بتاع شهر 3. وشهر 3 الدور الاخير هيبقى الكسبان من مصر واسواتيني هيلعب الكسبان من زامبيا وسيراليون. ان شاء الله نتمنى باذن الله مصر تبقى هي طرف المباراه يعني. ان شاء الله الماتش الاول 23 في اسواتيني والماتش الثاني 30. والماتش الثاني 30 في استاد اسكندريه ان شاء الله. انا سامع ان في برضو بعض اللعيبه بتاعت الاهلي والزمالك بعد المباراه الاولى هتروح الامارات تلعب مباراه الزمالك والاهلي، وبعدين ترجع لكم تاني على منتخب يلعبوا ماتش يوم 30. مفيش اي حاجه رسميه كابتن كريم لسه. مفيش اي حاجه تقدر تقول مين ماشي مين قاعد مين هيعمل. احنا عندنا مباراتين رسميتين، عندنا مباراه يوم 23 ويوم 30 زي ما حضرتك تكرمت وقلت. وعندنا مهمه رسميه، احنا مش بنلعب في مباراه وديه او ما عندناش مباراه وديه، دي مباراه رسميه. مصير المنتخب الاولمبي متوقف عليها بشكل كبير جدا، لا قدر الله حصل اي حاجه هيبقى مفيش منتخب اولمبي مصري. فده لازم الناس تبقى عارفه الكلام ده كويس قوي. احنا عارفين وشايفين ولامسين دور الانديه المصريه في ان هم بيساعدوا المنتخبات الوطنيه وخاصه المنتخب الاولمبي في الوقت اللي هو موجود فيه دلوقتي. يعني عارفين وطنيه كل نادي، وعارفين الحس الوطني اللي موجود عند المسؤولين في كل نادي، وعارفين ان هم مش هيبقى في اي عائق لانضمام اللعيبه للمنتخب الاولمبي في مهمته الرسميه دي. احنا متاكدين من ده وواثقين فيه وما عندناش اي مشاكل، ولمسنا تعاون من الانديه بشكل كبير جدا. فما مفيش اي مشاكل ومفيش اي حاجه ان شاء الله يبقى في اي عائق، لان يعني ده اختبار حقيقي للمقوله اللي كانت دايما بتقال، وهي ان الانديه بتخدم المنتخبات الوطنيه، وان الاهداف الاساسيه اهداف المنتخبات الوطنيه. فبشكل كبير جدا ان شاء الله مش هيبقى عندنا اي مشاكل، انما لم يتم بشكل. انا بسالك بس كابتن وائل عشان لو الانديه طلبت اكيد، والانديه يعني مثلا حسام عبد المجيد في الزمالك، مصطفى ميسي مش عارف في الاهلي، لو يعني الحاجات دي برضو بيبقى الناس كلها عايزه تعرفها يعني. انا عارف ان انت راجل اعلامي طبعا بتحاول يعني تسبق الاحداث، انما انا كراجل واقعي وراجل موجود في الملعب ما بقدرش ان انا افترض الاحداث. انا بفكر خطوه بخطوه وتمرينه تمرينه ومباراه مباراه. فانا اللي انا عارفه ان انا دلوقتي اعلنا القائمه، اللي انا عارفه ان انا عندي معسكر 19. ده انا بقول لك الحاجات اللي انا واثق فيها طبعا، اللي هي تخص المنتخب الاولمبي. أيوة. عندي معسكر يوم 19، عندي سفر يوم 20، عندي مباراه اولى يوم 23. ما اعرفش بعدها ايه الاوضاع، ايه اللي هيحصل، ايه التنسيق، لسه ما اتكلمناش في اي حاجه. طيب يعني حضرتك كابتن وائل بقالك فتره شغال مع روجيري ميكالي مدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الاولمبي، تقدر تقول لنا كده يعني السمات بتاعته؟ احنا طبعا اتفرجنا على المنتخب ماتشين وديين مع بنين، مش كافيين لينا اللي احنا نحكم ونشوف طريقه الراجل. فانت تقدر تقول لنا الطريقه، الراجل صفاته ايه، بيحب النواحي الهجوميه، بيشتغل ازاي، صفاته اللي انت لمستها الفتره اللي فاتت؟ بص، هو الراجل بيحب الشغل جدا، يعني عايز يحفظ بشكل كبير جدا، بيحفظ بشكل قوي.
وده مهم جدا. طبعا الشغل بتاعه ده محتاج وقت، يعني محتاج طبعا ان انت المدربين اللي بيبقوا بيحفظوا بشكل كبير بيبقى محتاج يعني بشكل قوي اللعيبه تبقى موجوده معاه باستمرار، انما ده طبعا مش متوفر دلوقتي. اللاعب المدرب كورته هجوميه بشكل قوي جدا، اللعيبه ال 11 لاعب عنده، ال 11 لاعب عنده بلاي ميكرز، يعني مش ما عندوش حتى اسمه رقم 10 فهو ده اللي يصنع اللعب، لا عنده من اول حارس المرمى مطالب انه يصنع اللعب بشكل معين، سيرت باكات، الباكات، الديفندرز، كل الناس صناع لعب بالنسبه له، ايوه يعني مرن عليها بشكل قوي جدا. الراجل بيسيب اريحيه في الثلث الاخراني، الثلث الهجومي، ما عندوش مشكله خالص خالص ان انت تبتكر وتبدع، ودايما بيدي امثله بنيمار واللعيبه الكبيره اللي كان متولي مهمه تدريبها قبل كده في المنتخب البرازيلي. فهو جاي يعني عنده طموح ان هو مش يلاقي نيمار، ولكن يطبق نفس الفكر اللي هو العب براحتك وتمتع واستمتع ومتع الناس، هي دي اللي جاي بيتكلم عليها. عنده حاجه مهمه جدا برضو يا كابتن كريم، ودي للامانه حاجه مهمه في علم التدريب، وهو ان هو بيقول للعيبه انا مش هطلب منك حاجه في المباراه ما اكونش مرنتك عليها. فدي حاجه مهمه جدا يعني فعلا. طبعا سيبك من حته الابتكار والابداع بتاع اللاعب في الملعب، أي قصه تانيه، انما بنتكلم على الحاجات البيزك، يعني الكور الثابته، التحركات، الترحيل، الكلام ده كله. قال انا مش هطلب حاجه منك تعملها في الملعب مش هكون مرنتك عليها، مش هسيب حاجه كده للصدفه يعني. فالراجل مميزاته مميزات كويسه، ولكن ان شاء الله باذن الله اللي نتمناه ان هو ان احنا نتخطى العقبه بتاعت اسواتيني دي، ونبدا بس ناخد نفسنا ويبقى عندنا فرصه كده، لان احنا تولينا المهمه في شهر 9، في بدايه 9 تحديدا في نص 8 بدانا. كانت اجتماعات عباره عن اجتماعات، بدانا اول معسكر حوالي 5 ايام في اول 9، وبعدين في الاجنده في اخر 9 لعبنا مباراتين وديتين، فالوقت ضيق جدا. طبعا دخلنا في شهر 10 هنلعب رسمي اهو زي ما حضرتك شايف، فالدنيا مخنوقه. فنتمنى ان احنا نعدي دي بحيث ان احنا يبقى عندنا فرصه بقى لغايه شهر 3 كده ناخد نفسنا ونبدا نتفرج ونشوف الدنيا كلها. ان شاء اكيد في الله. لعيبه الدوري المصري هيفرزها، سواء على الممتاز او سواء الممتاز بيه، الدوري الجمهوريه، هنبدا نتفرج ونشوف بشكل موسع يعني. ده اهم حاجه نعدي الدور ده، وبعدين الدور اللي بعده انت بتقول في شهر 3 فهيبقى في وقت كبير يعني ان شاء الله. بالظبط بالظبط. طيب ال 30 لعيب اللي انت اخترتهم هيتصفوا لعدد معين قبل السفر، ولا ال 30 هيسافروا اسواتيني؟ لسه بقى لما يجي ال 30 بس، لان انت عارف ان احنا في مباراه دوري بكره، ومفيش مشكله ان اللعيبه تلعب 18 و19 ايوه و20، ف لا قدر الله وارد ان يحصل عندك اي اصابات اي حاجه، فلسه هنشوف. فهل مستقرين على السفر ب 30، او هيتم تصفيتهم ب 25، او عدد اقل من كده او عدد اكتر من كده، لسه هنشوف لما هنخش المعسكر. كل التوفيق يا كابتن وائل ان شاء الله، وترجعوا كسبانين باذن الله، ونتاهل الى الاولمبياد في الفتره القادمه باذن الله. كابتن وائل رياض بشكرك شكرا جزيلا، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. طيب خليني اقول لكم ال 30 لعيب اللي اختارهم الجهاز الفني المنتخب مصر الاولمبي. حراس المرمى حمزه علاء وعلي يحيى واحمد نادر السيد. على فكره احمد نادر السيد حارس كمان، يعني سنه اصغر من المنتخب الاولمبي، مواليد 2003. حمزه علاء طبعا حارس الاهلي، محمد بكري، محمد مهرابي، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق مراد، حسام عبد المجيد، هشام شعبان، احمد عيد، عبد الله عادل عزت، محمد سمير، اياد العسقلاني، رأفت خليل، مصطفى سعد اللي هو مصطفى ميسي، احمد نبيل كوكا، محمود صابر، ابراهيم عادل، علي فؤاد، وليد فرج، عبد الغني محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاته، عربي بدر، حسام اشرف، احمد سيد غريب، عبد الرحمن عاطف، واسامه فيصل. دي ال 30 لعيب، وزي ما قال كابتن وائل رياض يعني ان شاء الله بكره وبعده وبعده ثلاث اربع خميس هتتلعب ماتشات الجوله الاولى من الدوري المصري، فاللعيبه بتاعت المنتخب الاولمبي اللي بتلعب مع الانديه هتشارك، فهم عاملين حسابهم مختارين 30 لعيب تحسبا لاي ظروف يعني اصابات او اي حاجه لا قدر الله، فيعني ممكن 25 او 26 لعيب يسافروا الى اسواتيني يوم الخميس القادم ان شاء الله. هنروح دلوقتي نشوف تقرير عن نادي الداخليه واستعداداته للموسم الجديد. الداخليه عنده اول ماتش هيكون مع طلائع الجيش في الجوله الاولى من بطوله الدوري، وزي ما قلت لكم الداخليه هيلعبوا ماتشاتهم في استاد السويس الجديد. طبعا كابتن رضا شحاته المدير الفني تعاقد نادي الداخليه مع عدد كبير من اللاعبين، بيحاول كابتن رضا خلال الفتره الحاليه يخلق او يعمل انسجام
ما بين اللعيبه واستعدادا طبعا للجوله الاولى وبطوله الدوري الممتاز. هنشوف تقرير عن نادي الداخليه ونرجع نكمل اخبارنا مع بعض في كوره كل يوم. اشكر الجهاز بتاع السنه اللي فاتت كابتن سعد عيد والاخوه اللي معاه، بذلوا جهد والحمد لله ربنا كلل جهودهم وجهودنا بالصعود للدوري الممتاز. طبعا السنه دي كان موقف صعب جدا ان احنا في بدايه الدوري الممتاز برضه عايزين نظهر بمظهر كويس، فتم اختار الكابتن رضا من ضمن بعض الاخوه المدربين الاكفاء يعني، ونتعشى ان يكون اختيار النادي ليه صح يعني. الحمد لله يعني قعدنا مع بعض واتفقنا على سياسة معينة بالنسبة للعيبة على الصفقات اللي هنجيبها، خاصة ان احنا عندنا كان الاساسي للفريق موجود من السنة اللي فاتت من خلال مجلس ادارة ومن خلال سيادة اللواء عثمان، كل واحد بيبقى مسؤول عن حاجة، محدش بأمانة بيتدخل في شغل التاني. بالنسبة للعيبة اللي جت زي اي اجراءات بتتم لاي لعيبة لازم بتعمل عليهم فحص دوري، بنطمن على الجهاز الدوري التنفسي بتاعهم من خلال الاختبارات والتحاليل دي حاجة. الحاجة التانية حتة وظائف الكبد وظائف الكلى، كل الاجراءات اللي هي المتبعة عشان نحافظ نشوف اللعيب ده سليم او في حاجة مزمنة او الكلام ده كله، الاجراءات دي كلها بتتم. دي حاجة. طبعا حتة التحليلات برضو والفيروسات، وبالنسبة للعيبة اللي هي الافارقة نفس النظام، لو شاكين في اي حاجة بتعمل لها اشعاعات برضو للفحص عشان نتأكد اذا كان في اصابات مزمنة عند اللاعب ولا لا. النقطة التانية بنخش برضو اللعيبة بنقعد معهم وبنتكلم معهم عشان موضوع المنشطات، ودي حاجة مهمة جدا لان معظم اللعيبة بتاخد ادوية، والادوية دي ممكن يبقى فيها حاجة معينة، يعني مش عايزين نضرب بامثلة زي ادوية البرد، لو خد ادوية برد بالجرعة اللي هي زيادة عن الدوز المظبوطة بتاعته ممكن تخش لنا في حتة المنشطات. انا معايا اربع حراس مرمى، ثلاثة كبار ومعانا ومعايا حارس صغير. ثلاثة كبار رضا السيد حارس خبرة ومن الناس اللي صعدت الفرقة الموسم اللي فات، حارس مرمى مجتهد وعنده فنيات كويسة، ومعايا محمد مجدي حارس الاسماعيلي السابق وبرضه من الحراس المرمى الخبره اللي عندهم فنيات عاليه جدا، واكيد ان شاء الله يبقى ليه اضافه لينا باذن الله. واحمد طارق سليمان حارس شاب وحارس مستقبل كبير، وبرضه بتمنى له التوفيق معانا، واعتقد ان شاء الله يبقى ليه مستقبل كويس جدا. ومعايا احمد نبيل حارس مرمى من قطاع عندنا 2001 برضه من الحراس المميزين، وان شاء الله انا مبسوط جدا بيهم ومبسوط بادائهم ومبسوط بالروح اللي هم فيها، واعتقد ان شاء الله باذن الله هيقدموا موسم كويس كلهم ان شاء الله يعني، او اللي ليه الحظ اللي هو اللي يلعب او اللي ربنا يوفقه يلعب اكيد هيأدي بشكل كويس باذن الله. والله انا جيت بقالي مثلا حوالي شهر، وكابتن مجدي هنا طبعا كان معانا في نادي اسوان وهو شخص قريب مني جدا، وكابتن رضا طبعا، فيعني تجربة جديدة وربنا يكرم تبقى سنة خير علينا كلنا ان شاء الله. يعني طموح جديد اكيد ليك صلاح مع نادي الداخلية السنة دي، وعايز تثبت نفسك وانك تبقى موجود وجدير موجود في الاندية الكبيرة اكيد يعني. اكيد طبعا، وده اكيد ناس كتير عايزة هنا كده طبعا، احنا لسه ما ابتديناش وثلاث ارباع الفرقة جديدة، فاكيد نفسنا طبعا نعمل موسم كويس وان شاء الله نبقى موفقين ونعمل سنة خير ان شاء الله، يبقى موسم خير علينا ان شاء الله. احنا بعد ما كابتن سيد عيد يعني مشي من عندنا جالنا الكابتن رضا شحاتة، مدرب برضو مدرب كبير، قدرنا نجيب صفقات كويسة وان شاء الله هيبقى موسم كويس بإذن الله، ونقدر نقعد في الدوري بشكل كويس بإذن الله. هسألك ايه الفرق يا مجدي بين اللعب في نادي جماهير زي نادي الاسماعيلي واللعب في نادي الداخلية؟ طبعا نادي الاسماعيلي نادي كبير برضو، والداخلية فريق كبير طبعا ليه تاريخ كبير في الدوري المصري وكده، والاسماعيلي طبعا بتفرق من لعيب للعيب حسب شخصيه اللعيب، اللي في لعيب متعود على الجمهور عادي بيلعب قدام الجمهور، دي بتبقى دافع ليه وحاجه كويسه ليه. احنا هنا بنشتغل بقالنا شهرين اهو ان شاء الله، مركزين كلنا هنعمل حاجه كويسه ان شاء الله السنه دي، وربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله نعمل موسم يليق بينا، لعيبه كبيره معانا، مدرب كبير كابتن رضا شحاته طبعا خبرات كلها، واللعيبه كلها مستعديه، وان شاء الله نعمل موسم كبير قوي ونقعد في الدوري الممتاز. ان شاء الله نعمل موسم كويس ونحقق مركز كويس في الدوري الممتاز، والكابتن عملت معانا مجهود كبير، وسياده اللواء عمل معانا مجهود كبير برضه، كابتن رضا تعب معانا السنه دي، وان شاء الله نعمل موسم كويس باذن الله. مركزك ايه في الملعب يا زياد؟ انا باك ليفت.
الباك اللي معاهم السنه اللي فاتت ولا معاهم السنه اللي فاتت؟ اه. ايه الفرق يا زياد بين الممتاز بيه والممتاز الف؟ المنافسه، الملعب، قول لي ايه الفرق؟ الاجواء تحت صعبه اكيد يعني، والممتاز متشاف شويه عن الممتاز بيه، فان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي باذن الله، ونفرح النادي ونفرح الناس بينا ان شاء الله. نرجع تاني مع بعض، وقبل الفاصل بس نسيت اقول لكم ان المنتخب مصر الاولمبي هيسافر اسواتيني بطياره خاصه، اتحاد الكوره قدر يوفر طياره خاصه للمنتخب الاولمبي عشان يسافر بيها يلعب مع اسواتيني ان شاء الله مباراه يوم 23 في التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. كمان منتخب مصر للشباب جاله عرض من اتحاد اوزبكستان لخوض لقائين وديين في شهر نوفمبر القادم باذن الله. طيب في منتخب الشباب برضو امبارح كنا، وامبارح واول ثلاث ايام اللي فاتوا قلنا لكم مواعيد الدوري الجوله الاولى خلاص نزلت بشكل رسمي بالملاعب. يعني لو نستعرض كده مع بعض برضو الجدول عشان اقول لكم برضو ايه الملاعب اللي هتتلعب عليها الماتشات. ان الزمالك المفروض هيلعب مع سموحه، كان في استاد القاهره، استاد القاهره لسه مش جاهز بيتعمل الصيانه، فهيتنقل مباراه ملعب المقاولين العرب. الاسماعيلي والاهلي، هاتوا لي كده معلش يا جماعه بعد اذنكم الجدول الماتشات المواعيد. ايوه بصوا بقى الثلاث ماتشات بتوع بكره، اسوان والاتحاد السكندري الساعه 3 ان شاء الله في استاد اسوان، البنك الاهلي وفاركو المباراه برضو هتتلعب بكره على استاد بيترو سبورت الساعه 5، المصري مع سيراميكا خلاص بشكل نهائي المصري هيلعب المباراه الاولى الجوله الاولى على استاد برج العرب، ما جاتش موافقات امنيه لاي ملاعب اخرى، فالمصري حتى الان هيلعب ماتشاته على يعني الماتش الاول خلاص مؤكد مع سيراميكا على برج العرب، بعد كده بقى الماتشات اللي بعد كده هنشوف الموافقات الامنيه هتخلص ولا هيستمر المصري على استاد برج العرب. نكمل كده مع بعض الماتشات، ده دي ماتشات بكره، ثلاث ماتشات بتوع بكره. يوم الاربعاء بعد بكره الاسماعيلي والاهلي في استاد الجيش برضه في برج العرب، امبي وبيراميدز في استاد بيترو سبورت، الزمالك وسموحه، الزمالك المفروض ملعبه استاد القاهره بس هيتم نقل المباراه الى استاد المقاولين العرب عشان لسه الاستاد مش جاهز بتعمل له الصيانه، هيجهز خلال خلاص اربع خمس ايام ان شاء الله. اليوم الخميس برضو في ثلاث لقاءات، المقاولين العرب مع غزل المحله على استاد المقاولين العرب، حرس الحدود مع فيوتشر على استاد الماكس اللي هو ملعب حرس الحدود، الداخليه وطلائع الجيش، الداخليه هيلعب على استاد السويس الجديد، المباراه دي على استاد السويس الجديد، ملعب نادي الداخليه هيكون استاد السويس الجديد. الحكام بقى بتاعت ماتشات بكره، اسوان والاتحاد محمد معروف هو حكم المباراه معاه اثنين مساعدين عماد العقاد واحمد عبد الغني، احمد ناجي حكم رابع، مصطفى عثمان حكم فار، ومحمد عزازي حكم فار مساعد. مباراه البنك الاهلي وفاركو حكم المباراه محمود ناجي، ومعاه حكم مساعد محمد محمود لطفي، وحكم مساعد تاني احمد عبد المنعم، حكم رابع محمود ناصف، حكم فار علاء صبري، وحكم فار مساعد شهاب راشد. المباراة الثالثة بكرة مباراة يعني كل الماتشات قوية، هتشوف الدوري السنة دي يا جماعة أنا متوقع إن الدوري يبقى قوي جدا جدا وما نقدرش نتوقع مين اللي يكسب. ماتش المصري والسيراميكا، السيد منير هو حكم المباراة ومعاه هشام الدسوقي مساعد أول، وعمر فتحي مساعد تاني، شهندة المغربي حكم رابع، وهشام القاضي حكم فار، ورجب محمد حكم فار مساعد. دي الماتشات اللي هتتلعب بكرة إن شاء الله بطاقم التحكيم اللي هيحكم الماتشات. نتمنى بقى لكل عناصر اللعبه التوفيق، نتمنى للفرق تتلعب كوره حلوه وكوره نظيفه ويبقى في سلوك محترم من اللعيبه. خلي بالكم السنه دي في تعليمات صارمه وفي شروط من كلاتنبرج، مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام، ضوابط معينه هتتعمل في الماتشات. يعني مثلا قال لك مفيش حاجه اسمها بين الشوطين او بعد المباراه ان في جهاز فني او لعيبه تنزل تعترض على الحكم، هيبقى في ايقافات وفي غرامات ماليه كبيره جدا، ممنوع ان بعد انتهاء الشوط الاول زي ما كنا بنشوف مثلا جهاز فني او لعيبه بتروح تعترض على الحكم بين الشوطين او بتتكلم معاه، الموضوع ده هيتمنع، ولو حصل هيبقى في عقوبات ماليه كبيره على الانديه وعلى الفرق. قال لك برضه ما فيش حد من دكه الاحتياطي يروح يتكلم مع المساعد الحكم، يروح له عنده الخط عنده ما
ممنوع يطلع بره المنطقة الفنية اللي قدام الدك، ممنوع. لو في حد راح للحكم المساعد وقرب منه واعترض عليه هياخد كارت احمر مباشرة. في بعض التعديلات في قانون كرة القدم، مش تعديلات، بعض الضوابط قالك خلي الالتحامات يعني يبقى في التحامات، مش كل لمسة فاول. مارك كلاتنبرج اتكلم مع الحكام وقال لهم عايز يبقى فيه لعب قوي، يعني بس لعبة مشروع، يعني ما يكونش مثلا حاجات عنيفة، لا لعبة مشروع على الكورة، ما تحسبش كل لمسة فاول، ادي مساحة ان المباراة تستمر وتشتغل ما تقفش كتير. دي كانت تعليمات للحكام. قال لك في الفار مفيش حاجة اسمها بقى الفار ينادي الحكم لو الفار مش متأكد 100%، يعني لو في لعبة مثلا تستحق ضربة جزاء مثلا، لو حكم الفار اللي قاعد في غرفة الفار مش متأكد 100% وشايف كل زوايا الكورة او الموقف ما يستدعيش الحكم. لازم تكون اللعبة يعني مؤكدة 100% واضحة لحكام الفار عشان يستدعي الحكم او يقول الحكم ان هو يتدخل في الكورة او في الموقف ده، لازم يبقى فيه تأكد. وقال لك كمان ان هو اتكلم مع الحكام في سرعة اتخاذ القرار في المواقف اللي فيها فار. يعني السنة اللي فاتت كنا بنشوف الحكم بيقعد 5 6 دقايق قبل ما ياخد قرار ويروح يتفرج على الكوره ويرجع ويقعد يتكلم. قال لك لا، عايز سرعه في اتخاذ القرار في الفار وسرعه تنفيذ من الحكم ومن غرفه الفار عشان اللعب ما يقفش. دي يعني حاجات ضوابط كلاتنبرج نبه فيها الحكام، واتكلم كمان كلاتنبرج مع المسؤولين في الانديه، مديرين الكوره والاجهزه الفنيه واللعيبه. في بعض التعديلات في الموضوع الهاندبول، يعني قال لك مثلا لو الكوره جت في الكتف هنا في الحته دي، بص الحته دي، هات لي الكاميرا كده قرب لي، قال لك لو الكوره جت في الحته دي من الجسم اللي هي من عند الكتف لغايه عند الايد هنا، من الحته دي، الدراع ده من الحته دي كده، ما تبقاش هاند بول. من تحت الحته دي لغايه الايد هاند بول، لمسه يد. لكن الحته دي لو واحد مثلا طالع يلعب الكوره فخبطت في الحته دي الكتف مع اول حته في الدراع دي، يقول لك دي مش هاند بول لان دي حته تعتبر من الجسم، لكن من تحت لغايه الصوابع هنا تبقى هاند بول، وحسب الوضع التشريعي، الوضع التشريحي للجسم. يعني لو ايدك جنبك جوه جسمك ما تتحسبش، لو ايدك بره وجت في اي جزء من ايدك هتتحسب بعد الحته اللي انا قلت لكم عليها. في شويه حاجات كده قال لك برده بالنسبه لحارس المرمى في تنفيذ ضربات الجزاء، لازم رجل من الاثنين تبقى على الخط، ما ينفعش يبقى ورا الخط المرمى بالكامل او قدام خط المرمى بالكامل قبل تنفيذ ضربه الجزاء او ركله الجزاء، لازم يبقى في رجل على الخط او رجل قدام الخط ورجل ورا الخط. يعني في بعض الحاجات كده اتشرحت لنا وفي تعديلات كتير هتتم، فنتمنى التوفيق للحكام ونتمنى التوفيق للاجهزه الفنيه واللعيبه. الماتشات تبقى قويه ومميزه وفيها كوره حلوه وفيها فنيات عاليه وسلوكيا كمان تبقى مميزه جدا. نتمنى التوفيق للمدربين، نتمنى التوفيق للجمهور اللي هيحضر. عايزين خلاص الاتحاد الكوره او رابطه الانديه المحترفه مع الامن طبعا قرروا ان يبقى في 6000 متفرج، وان شاء الله هيبقى في ماتشات فيها 10، وهتلاقي يعني الدنيا حلوه السنه الجايه. عايزين الجمهور يلتزم، مش عايزين بقى الفاظ، مش عايزين حاجه لا قدر الله تتحدف في الملعب، مش عايزين حاجات اللي احنا دايما بنتكلم، عشان بعد كده يبقى في ثقه من الامن المصري ومن رابطه الانديه لزياده عدد الجماهير، نلاقي الجماهير بقى في الدوري الملعب يتملي، ليه لا؟ احنا زي العالم كله، بس عايزين يبقى في التزام من كل عناصر اللعب عشان الدوري ان شاء الله ينجح بشكل مميز. وطبعا بطمنكم السنه دي من خلال الشركه المتحده والتلفزيون المصري هتبقى يعني بس الماتشات على اعلى تقنيه واحدث جوده ان شاء الله، هتستمتعوا ببطوله الدوري الممتاز من خلال طبعا قنوات اون تايم سبورتس و الشركة المتحدة طبعا، وباذن الله من خلالنا هنا هنتفرج على الهايلايتس ونتفرج على الاهداف وملخصات الماتشات ونستمتع بمنتج حلو، منتج الدوري المصري السنة دي قوي جدا، اسماء قوية جدا، الاندية صرفت كتير وجابت لعيبة وتدعيمات واستعدادات وتعاقدات، يعني الدنيا كمان انا عاجبني قوي الاهتمام من الاندية دلوقتي، كل الاندية باللبس، التيشيرتات والديزاين، رغم ان في الفترة الحالية انتوا عارفين الاستيراد واللبس اللي بيجي من بره مصر فيه صعوبه، لكن كل نادي مهتم باللبس بتاعه، تريننج سوتس اللي هي بدل التدريب اللي بيقعدوا بيها في المباراه، الديزاينات، اللوجو، الحاجات تحفه. هنتفرج على لبس حلو قوي في الدوري الممتاز. الدوري المصري كل سنه
بيتطور بشكل كبير جدا، فعايزين نحافظ على المنتج بتاعنا. زي ما قلت لكم الدوري المصري، ودايما بقول الكلمه دي، اقدم دوري في منطقه الشرق الاوسط. 1948 كان بدايه الدوري المصري، بدانا الدوري وكان لسه المنطقه افريقيا بالمنطقه العربيه ما كانش فيها كوره. فيعني نحافظ على الدوري بتاعنا باذن الله، وطالب من كل العناصر الالتزام، وان انت تبذل قصارى جهدك. الحكام يركز، طاقم التحكيم يركز بشكل كبير جدا، يبقى في عداله في الماتشات، بعيدا بقى عن الالوان التيشيرتات وبعيدا عن الضغط الجماهيري. عايزين السنه دي يبقى فيه كل حاجه بيرفكت، او كل حاجه مظبوطه يعني اكتر حاجه. طيب نروح برضو، كابتن عامر حسين النهارده نزل لنا جدول مسابقه كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت، اللي هو اللي احنا لسه بنكمله، اللي هو دور الثمانيه والدور قبل النهائي والمباراه النهائيه. كاس مصر كان فيه 8 فرق وصلوا لدور الثمانيه. بصوا اهو دور الثمانيه هيبدا يوم 11 ديسمبر. الاهلي هيلعب المقاولين العرب في دور الثمانيه، البنك الاهلي هيلعب بيراميدز برضه في دور الثمانيه في استاد القاهره يوم 12 12، والزمالك والمصري هيلعبوا مع بعض في استاد برج العرب يوم 12 12. اللي هيكسب من الزمالك والمصري هيلاعب الفائز من البنك الاهلي وبيراميدز، واللي هيكسب من الاهلي والمقاولين هيلعب مع سموح. وبعد كده ماتشات الدور قبل النهائي هتكون يوم 16 يناير دور قبل النهائي. زي ما قلت لكم، اللي هيكسب من البنك الاهلي وبيراميدز هيلعب مع كسبان من الزمالك والمصري، واللي هيكسب من الاهلي والمقاولين هيلعب مع سموح. ده دور الدور قبل النهائي. المباراه النهائيه للكاس بتاع السنه اللي فاتت اللي هو كاس 2021 2022، المباراه النهائيه هتكون يوم الجمعه 3 فبراير في استاد القاهره الساعه 7. ده نهائي كاس مصر. كاس مصر الجديد، الجديد بقى اللي هو هنبدا نلعب فيه دور ال 32 يوم من 16 ل 20 مارس 2023. ده دور ال 32 في الكاس الجديد بتاع السنه اللي جايه ان شاء الله. كويس، يعني برضه عشان نبقى عارفين مواعيد كاس مصر. طيب نروح للاهلي. الاهلي بيمنح كولر الصلاحيه الكامله لاختيار صفقات الشتاء. انتوا عارفين خلاص باب الانتقالات الصيف انتهى، اتقفل. الاهلي بيوضب ليناير، يناير خلاص قريب، شهرين ونص وانتقالات يناير تيجي. فالاهلي ما عملش صفقات كتير في فتره الانتقالات الصيفيه، فبيوضب ليناير وقال لك خلاص عندنا ثقه كبيره في كولر، هو اللي هيدير ملف الصفقات بتاعه، او هيختار الصفقات اللي هتكون موجوده في الاهلي في شهر يناير القادم. شركه الاهلي بتطالب اداره النادي بملفات القضايا اللي تخص اي لاعب في الاتحادات القاريه او الدوليه. يعني اي لاعب في الاهلي عنده مشكله، عنده شكوى، عنده قضيه في الاتحاد الافريقي، في الاتحاد الدولي، شركه الكوره بتقول للنادي الاهلي هاتوا لي الملفات دي عشان ندرسها ونحاول نحلها. وزي مثلا قضيه كهربا، فشركه الكوره بتطلب اي ملف قضيه او شكوى لاي لاعب موجود في النادي الاهلي. بيرسي تاو كنت قلت لكم انا من 3 4 ايام بدا يتمرن بشكل جماعي، وايه حتى عملوا له التاشيره عشان يسافر مع الاهلي مباراه الزمالك في السوبر يوم 28 اكتوبر في الامارات ان شاء الله. عمار حمدي برضو قرب خلاص من بدايه التدريبات مع الاهلي، هيبدا تدريبات جماعيه مع الاهلي في نهايه شهر اكتوبر. نروح بقى للهاندبول. الاتحاد الافريقي لكره اليد بيخطر الاهلي بالفرق المشاركه في بطوله السوبر اللي هينظمها النادي الاهلي ان شاء الله. اربع فرق هيشاركوا، الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي، الاهلي والزمالك والافريقي والترجي التونسيين ان شاء الله. الاربع فرق دول هيشاركوا والبطوله هينظمها الاهلي. الاسماعيلي بيعلن عن مواجهه الاهلي في استاد برج العرب، كنا قلنا الكلام ده من فتره. الزمالك بيتواصل مع اتحاد الكوره للسماح بمشاركه حسام عبد المجيد في مباراه القمه. انتوا عارفين حسام عبد المجيد هيروح المنتخب الاولمبي، الزمالك عايزه يسافر معاه بعد ماتش اسواتيني الاولاني، يرجع ياخدوه الامارات يلعب ماتش الزمالك والاهلي في السوبر المصري. الاسماعيلي بينهي تدريبه الرئيسي استعدادا لمواجهه الاهلي. فيوتشر بقياده الكابتن علي ماهر بيغلق ملف افريقيا للتركيز على مواجهه حرس الحدود في الدوري. خلاص فيوتشر كسب في افريقيا في الكونفدراليه، وهيبدا بقى يركز، خلاص قفل ملف افريقيا ويركز في مباراه الدوري والافتتاح امام حرس الحدود. كابتن ربيع ياسين مدير الفني لاسوان اختار قائمه اسوان لبكره. لازم اقول لكم بقى اسماء القوائم عشان
اللعيبه جديده، يعني فريق اسوان صعد للدوري الممتاز وهيبدا بكره ماتشاته في الدوري الممتاز، فاقول لكم الاسماء عشان تعرفوا بقى اللعيبه انتقلت هنا واللعيبه انتقلت هنا. اسوان القايمه بتاعته عمرو حسام وخالد وليد واسلام سليمان ثلاث حراس مرمى، علي فتحي، الحسيني سمير، ميدو مصطفى، اسلام صلاح، محمد عطوه، احمد كاستيلو، محمود نعيم، احمد سيد دحروج، مصطفى عبد الرسول، محمد ناجي جدو، عماد فتحي، احمد خالد، احمد حمودي، مصطفى عناني، احمد بالحاج، محمد حمدي زكي، ايفونا، ديلسون كاموني. دول القايمه بتاعه نادي اسوان في مباراه بكره. اللعيبه دي مع كابتن ربيع ياسين في معسكر بيستعدوا لمباراه بكره امام الاتحاد السكندري في استاد اسوان الساعه 3 ان شاء الله. رئيس نادي سموحه الاستاذ وليد عرفات اجتمع النهارده مع نادي فريق نادي سموحه وتصور معاهم وحفزهم عشان بدايه الدوري. في نادي سموحه عامل معسكر في مصر هنا يومين في احد الفنادق هنا في مصر الجديده، عامل معسكر يومين استعدادا لمباراه الزمالك. انتوا عارفين سموحه هيلاعب الزمالك بعد بكره ان شاء الله في استاد المقاولين العرب، فسموحه عامل معسكر يومين بقياده الكابتن طارق العشري، وزي ما قلت لكم رئيس النادي زار الفريق تدريبات الفريق وصور مع الفريق وحفز اللعيبه على يعني بذل الجهد في بطوله الدوري المصري. كابتن برضو طارق العشري زي ما قلت لكم جه القاهره النهارده ب 24 لعيب في معسكر في احد الفنادق في مصر الجديده. الهاني سليمان، عمر صلاح، احمد السعداني ثلاث حراس مرمى، خالد عبد الفتاح واحمد شوشه وشريف رضا واحمد حكم ومحمود شبانه، محمود الملك، مؤمن عبد الرب، وابراهيم عواد، طارق علاء، احمد مصطفى، محمد باسم، رضا البرجيجي، دودو، محمد سعيد مكرونه، حسين فيصل، محمد عصام، صديق اجولا، ابو بكر وسيلا وبنجامين بواتنج ومحمد ناني. طبعا في لعيبه كتير جدا 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 مشيت من سموحه السنه دي، يعني عندكم مروان حمدي مشي راح المصري، عندكم عبد الكبير الوادي في سموحه كان في سموحه السنه اللي فاتت اتباع لفيوتشر ب 17 مليون جنيه، رجب نبيل واحمد رمضان بيكم ومحمد شكري الباك ليفت وكناريا راحوا انتقلوا لسيراميكا. لعيبه كتيره جدا 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 من القوام الاساسي واللعيبه المهمه في نادي سموحه غادروا نادي سموحه السنه دي، وطبعا كابتن العشري عامل فرقه جديده مع الحفاظ على بعض العناصر اللي كانت موجوده. برضو خلينا نروح بقى لنادي البنك الاهلي بقياده الكابتن خالد جلال، برضو بيستعد لمباراه بكره مع فاركو، وبرضو اختار 22 لعيب في معسكر البنك الاهلي، حارسين المرمى محمد ابو جبل ومحمود الزنفالي، عاصم صلاح واسحاق ويعقوب واسامه ابراهيم واحمد توفيق واحمد ياسين، احمد العش، امير مدحت، محمود الجزار، احمد سعيد، محمود سيد، محمد هلال، حمدي علاء، ادهم حامد، اسلام جابر، موسى ديوارا، محمود قعود، رزاق سيسي، اسامه فيصل، كريم بامبو وناصر منسي. دي القايمه بتاعه نادي البنك الاهلي استعدادا لمباراه فاركو بكره ان شاء الله. ده طبعا التيشيرتات الجديده بتاعه نادي البنك الاهلي، هيلعب بتيشيرت البرتقاني في الماتشات اللي على ملعبه، وخارج ملعبه هيلعب بالتيشيرت الابيض. استعدادات قويه مع الكابتن خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الاهلي. نروح لفاركو اللي هيواجه البنك الاهلي بكره، وبرده فاركو اعلن عن الزي او التيشيرتات والديزاين اللي هيلعب بيه في الموسم الجديد، برده زي ما قلت لكم تيشيرتات حلوه وموديلات حلوه جدا. ده التيشيرت بتاع نادي فاركو هيلعب ببرتقالي، بس بكره هيلعب بالتيشيرت الثاني اللي هو التيشيرت الازرق، ان البنك الاهلي بيلعب ببرتقالي، فبكره فاركو هيلعب بالتيشيرت اللي هو الاوي التيشيرت الثاني للفريق ده. طبعا عمرو جمال ورامي صبري، رامي صبري طبعا من كابتن الفرقه، وعمرو جمال مهاجم نادي فاركو. النادي المصري قرر صرف مستحقات اللاعبين قبل انطلاق الدوري النهارده وامبارح. لعيبه النادي المصري صرفوا اجزاء كبيره من مستحقاتهم، طبعا مستر كامل ابو علي واداره النادي المصري بتحفز اللعيبه وبتديهم مستحقاتهم قبل بدايه الدوري، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا. برضو رئيس نادي امبي الاستاذ ايمن الشريعي عمل كده عزومه عشاء للاعيبه امبي او الفريق الاول طبعا بقياده الكابتن احمد كشري، برضو بيحفز اللعيبه وبيطالبهم ببذل اقصى جهد خلال الفترة القادمة. برضو امبي من الاندية اللي برضو يعني باع لعيبة كتير زي ايبوكا وزي مصطفى شلبي وزي محمود جاد حارس المرمى، لعيبة طبعا مهمة رحلت عن نادي امبي، بس امبي بيعمل فرقة جديدة بقيادة الكابتن احمد كشري. طيب هنروح نشوف تقرير مع الكابتن رضا شحاتة او لقاء
مع الكابتن رضا شحاته المدير الفني نادي الداخليه، ونشوف بيفكر ازاي لنادي الداخليه في الموسم الجديد. وبعد كده هنستقبل هدافنا ونجمنا الكابتن رضا الويشي. رضا الويشي لعيب جامد جدا، وزي ما قلت لكم عمل انجاز كبير جدا السنوات اللي فاتت. كل ما بيروح نادي في القسم الثاني بيبقى هدافه وبيصعده للدوري الممتاز. انا بقول ايه، يكمل في الدوري الممتاز، يقول لك لا انا ايه، يروح رايح فريق ثاني في القسم الثاني وبرضه يصعده. هنعرف القصه. وطبعا رضا الويشي من اللعيبه المميزين جدا، ولعب في النادي الاهلي قبل كده، ومن الهدافين المميزين في الدوري المصري، سواء في الدوري المصري الممتاز الف او الممتاز ب بعد الفاصل ان شاء الله. تحياتي ليك كابتن كريم، وتحياتي كل الساده مشاهدي ومتابعي قناه الحياه في كل مكان. معانا النهارده المدير الفني المتميز الكابتن رضا شحاته، المدير الفني الجديد لنادي الداخليه. بنرحب بك كابتن رضا. حبيبي منور نادي الداخليه، وشرفتونا النهارده، وسلامي للكابتن كريم. يعني سريعا كده يا كابتن رضا، يعني عايز اعرف تقييمك، ايه تجربتك السابقه في نادي الجونه؟ يعني كل الناس عايزه تعرف. كابتن رضا شحاته عملت اداء مميز جدا في نادي الجونه موسم ونص تقريبا، وبعد كده رحلت عن نادي الجونه، تقييمك ايه للتجربه؟ يعني تقييمي طبعا شايف ان احنا الحمد لله حققنا نجاحات فيها كويسه. الاهداف اللي انت اللي كانت مطلوبه منك في نادي الجونه اتحققت، ان انت موجود في الدوري بشكل كويس، ان انت طلعت عناصر ناشئين كويسه، ان انت بعت لعيبه بارقام كويسه، اللي كنت محقق المعادله اللي كانت مطلوبه منك، فالحمد لله احنا حققناها. خرجنا من نادي الجونه واحنا في المركز ال11. يمكن برضو عايز اخدك لقصه نادي الداخليه، وان كان في اكتر من مدير فني واسم معروض لنادي الداخليه ومدرب نادي الداخليه، ولكن الكابتن رضا شحاته حصلت جلسه بينه وبين مسؤولي نادي الداخليه، وتم الاتفاق على بعض البنود. يمكن اهم المعايير اللي خدتك وافقت على نادي الداخليه كابتن رضا، اهم البنود ان الناس عندها ثقه فيك، وده مهم جدا. يعني ان المؤسسه نفسها عندها ثقه في رضا، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. لو انا حسيت ان هم ان رضا يبقى متواجد عشان يبقى متواجد بس، لا كان هيبقى مش مناسب بالنسبه لي. لكن انا المناسب بالنسبه لي ان الناس تبقى محتاجاك، وناس حاسه ان انت هتعمل حاجه كويسه، وناس واثقه فيك ومديك امكانيات، مش امكانيات عاليه، ولكن في حدود الامكانيات بيديني اقصى حاجه، ومديك مساحه ان انت بتختار لعيبتك باريحيه، ما حدش بيتدخل في القصه دي، كل واحد عارف شغله، الموضوع فيه تخصص شويه. فده حاجه مريحه جدا بالنسبه لي، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه تليق باسم النادي واسم الجهاز الفني اللي موجود ان شاء الله. انا جيت لقيت 9 لعيبه اللي موجودين، فجيت الفتره الاولانيه قيمت كل الناس اللي موجوده تقريبا، يعني الناس اللي قعدت هي برضو مكمله معايا، انا مقتنع بهم جدا، لعيبه كويسه جدا. دخل علينا ناس فتره، بعد كده خرجناهم تاني، يعني في ناس دخلت قعدت معانا فتره بس ما حسيتش ان هم شبه لعبنا او شبهنا، فبداوا برضو اتحركوا واستغنينا عنهم وجبنا ناس تانية. يعني الدنيا الحمد لله ماشيه بشكل كويس، لان احنا حاولنا نعمل ميكس يعني ميكس محترم، او ميكس يليق على بعضه. الميكس اللي احنا فكرنا فيه ان احنا عندي مجموعه قديمه، وعندي مجموعه افارقه كويسين عندهم كوره كويسه، مهم يبقى لعيب كوره. وجبت مجموعه من النادي الاهلي، 5 لعيبه من النادي الاهلي صغيرين، وجبت 5 دوري ممتاز لعيبه كبار. طيب. لان انت ما ينفعش تعمل فرقه كلها صغيرين ولا تعمل فرقه كلها كبار. كابتن رضا، مين ابرز اللاعبين الخبرات اللي موجودين عندك في الفريق؟ يعني عندي محمد نجيب، لاعب النادي الاهلي، وكان معايا في الجونه نجيب. طبعا تعتمد عليه انت، عارف امكانياته كويس، عارف بيتمرن ازاي، عارف حياته عامله ازاي سنتين. يعني نجيب يا كابتن رغم كبر سنه بس ما شاء الله عليه، يعني بص انا ماسك نفسه زي ما بيقولوا كده. انا بعمر ما بقيم لعيب بسنه، انا كرضا يعني انا بقيم اللعيب دايما بمجهوده، التزامه، وفي الاوضه عامل ازاي. يعني لان مهم جدا يبقى في البيت اللي ما فيهوش كبير، يعني الامور بتبقى صعبه. صعبه صح صح. فلازم يبقى عندك حد، اولا اللعيبه تبص عليه تلاقيه هو احسن واحد بيتمرن، قدوه. اللعيب يبص عليه يلاقيه هو في الاوضه ملتزم اكتر، واحد بيجي في ميعاده بدري. اللعيبه كل ما تبص على اللعيب الكبير تلاقيه هو بيعمل احسن حاجه، فطبيعي طبيعه الحال لازم انت تعمل زي الكبير. كانت وجهه نظرك ايه وانت بتستخدم لاعبين اعارات من الاهلي او من الانديه ديت؟ بص، هي وجهه نظر تحترم، ولكن انت دايما بتتحرك في المتاح بالنسبه لك. انت ما عندكش رفاهيه ان انت تجيب لعيب النهارده ادفع فيه 3 4 مليون جنيه وادي له هو 4 مليون جنيه، انا ما عنديش ده. تمام. فانا مضطر الوضع في حاجات ممكن تقبلها عشان الوضع اللي انت فيه هو ده اللي بيجبرك. تمام. بس احنا لما جينا ركزنا في الاعارات، ركزنا منين؟ بنجيب الاعاره منين؟ ده مهم جدا. لان في الاخر انا جايب مثلا 5 بتوع الاهلي اعارات. ليه من الاهلي اعارات؟ عشان انا هقدر ارجع لو في مشكله، اقدر ارجع لحد في نادي الاهلي، اعرف اقرص على لعيب تاني ان هو لا ما يقدرش يعمل معايا حاجه،
غير ان هي الثقافه نفسها التربيه جوه ما فيش الكلام ده، يعني ما ينفعش اروح اعاره وارجع زي ما طلعت مثلا. الفكره دي مش تبقى متاحه قوي بالنسبه له او مرفوضه يعني. انت قصدك في حسن علاقات بينك وبين اداره النادي الاهلي فهيتيح لك ان انت تعرف تتصرف باريحيه. طبعا احنا بنتكلم طول الوقت يعني، هم مصلحته اللعيبه يبقى كويس وانا مصلحتي اللعيبه يبقى كويس، فاحنا الاثنين هنزق في حته واحده. خسران كسبان بتشجع لعيبتك في الملعب، بتوصلهم دايما لاعلى حاجه ممكن يوصلوا لها نفسيا في الملعب وبره الملعب. بص انا بشوف ان يعني في وقت من الاوقات انا خسران من النادي الاهلي 3 يعني، كنا كسبانين 1-0 النادي الاهلي فينا 3 اهداف ولا اي حاجه، حتى اللعيبه قلت لهم هنكسب طب اعمل كذا وشوف نشوف النتيجه. الحق المهم دايما اللعيب يبقى شايفك واقف على رجليك، ما ينفعش اللعيب يشوفك حاسك مكسور قلقان. مهمه جدا اللعيب ما يشوفكش قلقان، مهمه جدا. وانا الحمد لله عندي القصه دي، وانا يعني ما عنديش فكره ان هخسر، ما انا هخسر يعني طبيعي، دي في الكوره موجوده يعني. ما طبعا ماشي موجود، ادور بقى اعمل ايه، احاول اكسب. طب ايه، طب دوس بس دوس شويه واشوف هنحصل ايه. تعادلنا مثلا في الماتش ده، ففكره ان انت دايما تدور على اللي ما بعد، اللي يعني مثلا جبنا جون الناس كلها بتفرح، انا بفكر هعمل ايه. لان خلي بالك هي اخطر حاجه لما يجي فيها هدف او يجي فيها هدف، الاثنين دول نقطتين خطر جدا. انا في النقطتين دول الوحيد مش ليه رد فعل في الملعب انا، تمام، لان دايما بفكر فيما بعد ده، فيما بعد ده لانه مهم، لان انت عندك لعيبه عندك مشكله في حته معينه عايز تقفلها، بعد ما جبت جون هتلاقي الفرقه الثانيه بتضغط عليك بطريقه معينه فانت عايز تقفلها بسرعه، فبتروح موجه تاني. ففي فيلم كده بنبقى عايشينه شويه في الملعب. في الملعب دوري كله صعب جدا. النهارده طلع الاتحاد بعده اهلي، فانت لا ما فيش ماتش سهل. حتى الفرق اللي صاعده معاك صعب يعني، كل الموضوع صعب. فانت داخل على عارف حاجه كده، فانت بتحاول توصل للعيبتك ان الموضوع مش سهل، والموضوع محتاج شغل ومحتاج فكر، محتاج ان انت، انا شويه عندي شويه تفاصيل في الكوره كده ايه، يعني ما بحبش اللاعب اللي هو مش اللعيب يبقى واقف في الملعب مش عارف يعمل ايه، انا ما بحبش دي خالص. استراتيجيه معينه في الملعب وتحفيز لعيب معين، توقف الكوره مش معاك واقف فين، الكوره معانا واقف فين، ده طبيعي. وانا واقف في انهي تلت، لان كل تلت ليه واقفه، تلت الهجومي غير النص الملعب غير الدفاعي. فالحاجات دي كلها تفاصيل مهمه يعني. اخدك سريعا كده كابتن للدوري المصري، يعني انت شايف النهارده النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي رايك فيها كابتن ومدير الفني جديد النادي الاهلي؟ ماشي بشكل كويس، في مكسب بيحصل، فالحمد لله النتائج مساعده. اتمنى اللعيبه، لو اللعيبه القديمه وقفت على رجليها كويس النادي الاهلي مش هيبقى فيه مشكله. وده الرهان بتاع الاداره نادي الاهلي، ما جبناش لعيبه، ولكن اي لعيب في نادي الاهلي انا بشوف اللعيب لو وصل 100% في حالته، هم دول اللي جابوا البطولات الفتره اللي فاتت مع موسيماني وما قبل موسيماني. وطبعا طيب هم دول، لا هقول لك حاجه ثانيه يعني، مين الثاني، مين البديل؟ طب انا همشي لعيب من عندي، مين البديل في الدوري المصري احسن من اللي موجود في نادي الاهلي؟ مفيش في الوقت الراهن. واي لعيب في نادي الاهلي كان موجود بص عليه قبل ما يجي الاهلي كان عامل ازاي؟ فهم دول الاحسن حد، بس هي الفكره كلها ان انت تقدر توصلهم لحته الحاله البدنيه والنفسيه تبقى مهمه، وده اللي حاصل. فتره خدوا فتره مناسبه راحه، فداخلين بشكل كويس، اتوقع مع الوقت الامور تبقى افضل. رايك يا كابتن في كولر؟ رايك كيف كولر مدير الفني للنادي الاهلي؟ لسه ما يبانش. اي حد هيتكلم ان لا باين، لا ما يبانش صح؟ طيب لسه، لان المشاكل بتبان مع الوقت، مش اول ماتش ولا ماتشين، دي حقيقه. لعيب بيقعد، لعيب بيعمل، لعيب بيتدلع، لعيب مش عارف ايه، كل دي مشاكل هتبان وقتيا يعني. مين افضل لاعب يا كابتن في الدوري السنه اللي فاتت؟ زيزو. زمالك؟ ليه يا كابتن؟ انا بحب لعب ستايلك يعني انت كنت بتلعب كان ستايلك برضه طرف وبتجري وتسحب الفرقه وتخش على الجول جوه. اهم ميزه في زيزو من وجهه نظري، زيزو يعني الناس بشوف ان هو مش بتاع شو يعني، هو انا رايح اجيب جول مركز خلاص يعني. انا بلعب طرف عشان اروح على العب على المرمى، هو طول الوقت ده قراره. وده مهم جدا، ودي احسن حاجه بتعجبني فيه. افضل حارس مرمى الموسم اللي فات يا كابتن؟ عواد. وافضل مدير فني؟ لا كان في كتير يعني، في ناس كتير كانوا كويسين السنه اللي فاتت. كابتن حلمي طولان لما مشي من انبي كان عامل موسم هايل، كابتن خالد جلال، كابتن طارق العشري، لا في كذا حد، مش عايز انسى حد، وعلي ماهر، محمد سامي. يمكن ما كانتش افضل حاجه كانت في الفتره الاخيره مع كابتن احمد سامي، بس عشان فرقته دلوقتي اتحسنت فجاب الصفقات اللي هو عايزها، فاتوقع هو يعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله.
رضا الويشي من اللعيبه المميزين جدا جدا في بطوله الدوري الممتاز وفي الدوري الممتاز بيه كمان، يعني من اللعيبه الهدافه والمهاجمين اللي هو احنا بنقول عليهم دايما رقم 9 اللي هم قالوا جدا في مصر، لكن رضا يظل من افضل المهاجمين في الدوري المصري وايضا في دوري القسم الثاني، عمل انجاز كمان بصعود 3 فرق بشكل متتالي للدوري الممتاز. خلينا نرحب برضا، وعلى فكره رضا 37 سنه بس ما شاء الله الانديه بتبقى بتجري وراه عشان تتعاقد مع رضا الويشي لاعب السنه دي، وطبعا بيلعب في نادي السكه الحديد، لكن جاله عروض كتير جدا ان كل سنه ما شاء الله بيروح في اي نادي بيصعد الفريق على طول وبيبقى من هدافين الدوري وهداف الفريق. ازيك يا رضا؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا نجم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ والله تمام. كله تمام؟ الحمد لله كابتن والله. ايه الدنيا ايه معاك الفترة اللي فاتت؟ لا والله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمنا الحمد لله الدنيا ماشية كويس الحمد لله بالنسبة لي يعني. رضا الويشي راح في حتة الفرقة دي هتصعد. ثلاث سنين اللي فاتوا بيقولوا كده. الحمد لله ده يعني نعمة والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني اداها لي ميزة الحمد لله ربنا. انت بتذكر ان انت بتروح فرقه بتبقى وش خير عليها، دي بتبقى حاجه بالنسبه لي كويسه يعني وببقى سعيد بيها يعني. بتمنى صعدت الافسي مصر وبعدين كوكاكولا اللي بقت فيوتشر وبعدين حرس الحدود. حرس الحدود اخر حاجه اللي هي الموسم اللي فات ده على طول. طب ليه ما بتكملش يعني؟ صعدت افسي مصر، مشيت رحت نادي تاني، رحت الكوكاكولا تمام، صعدت كوكاكولا وبعدين مشيت رحت حرس الحدود، حرس الحدود صعدت السنه دي ما مشيت ما كملتش يعني، دايما المفروض تكمل مع فرقتك. والله كابتن انا بتمنى اكيد يعني بس السؤال ده مش ما ينفعش اجاوب عليه اكيد اداره الانديه. فانا بالنسبه لي انا عندي مشكله في الكره شويه كابتن معلش يعني، انا مثلا انا ما بحبش افرض نفسي على حد، انا كده كده موجود، انت عايزني انا موجود، مش عايزني برضو ما بتفرق ما بتاخدش مني الحمد لله حاجه كتير يعني او بزعل او بتاثر، لا بالعكس اكيد انا عندي طموح عايز العب دوري ممتاز اكيد ده حقي مشروع ان انا ما بتكون بساهم مش انا لوحدي، اكيد فرقتنا كلها واكيد اللعيبه كلها بتتعب واكيد الجهاز الفني كله بيتعب، لما بيكون ليك دور اكيد ببقى نفسي ابقى موجود، بس دي ودي سنه الحياه ما يعني الحياه ما بتقفش على حد او الكوره يعني ما بتقفش على حد، انت بتبقى عايز تقعد لكن اكيد بس ممكن يكون دماغه مثلا في حاجه لا ما في لا بالعكس الحمد لله انت هداف الفرقه على طول. الفرق بينه وبين اي حد الحمد لله او يعني انا دايما حاطط لنفسي كده المستطيل الاخضر ده ما فرقش بين كبير وصغير، انت بتشوف لعيب لابس تيشيرت مثلا نادي السكه لابس رقم 7 لابس رقم 9 انت بتقول ده لعيب كويس ده لعيب مش كويس او ده مش قادر سنه. او ده قادر او مش قادر، اكيد انا لعبتكم برده كذا ماتش فالحمد لله اكيد يعني انت سائل في الملعب او بنفضل ممسكينك اتنين مدافعين عشان يا كابتن كريم ما بتفرقش معايا الحمد لله كتير غير ان انت بتتعب في شغلك وتجتهد وتعمل اللي عليك واللي ربنا سبحانه وتعالى اديهولك انا ببقى الحمد لله راضي بيه اكيد يعني. اكيد سعيد بتجاربك اللي فاتت؟ اكيد اكيد النهارده الحمد لله ما ربنا سبحانه وتعالى انت خد منك ان انت كان نفسك تلعب في الدوري الممتاز، لا بقى ليك اسم الحمد لله دلوقتي ورصيد عند الناس في في الدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه دلوقتي بقت معظم الناس صعب. كلها بتشوفها ومعظم الناس دلوقتي بتتابعها لان مع اسعار اللعيبه الكبيره في الدرجه الدوري الممتاز ناس بدات تبص ممكن نشوف ناخد مين او يعني نظبط الفريق بايه، فاكيد الحمد لله النهارده ما يبقى تذكر ممتاز بيه بتذكر رضا الويشي فاكيد دي حاجه بالنسبه لي ببقى سعيد بيها يعني. رضا الويشي السنه دي في السك مع كابتن محمد صلاح مدرب كبير جدا جدا، طموحاتكم ايه السنه دي؟ واكيد كل الفرق في القسم الثاني عايزه تصعد للدوري الممتاز، واللي مش هيصعد عايز يستنى في الممتاز به عشان السنه الجايه هيبقى دوري محترفين. اول حاجه انا بس حابب اقول لك كابتن كريم ان نادي السكه السنه دي مختلف تماما عن لعبت في نادي السكه مرتين. ايوه 2006 و2000 و15 السنه دي مختلفه تماما مع دعم سياده الفريق الدكتور سيد عيسى واللي هو حسام السيسي مع كابتن ابراهيم نور والجهاز الفني طبعا كابتن محمد صلاح وكابتن وليد انور وكابتن حماده الدال وكابتن تامر عبد الحكيم، الناس دي دعمانا بشكل كبير جدا 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 ومش بغلى على الفريق بحاجه والحمد لله يعني بالنسبه لعقودنا في السنه دي طفره كبيره جدا جدا وحتى في انشاءات النادي تروح النادي دلوقتي مختلف تماما عن السنين اللي فاتت جيم وحمام السباحه والملاعب الدنيا مختلفه تماما يعني الناس بصراحه يعني موفره لك حاجات كتيره، بتمنى الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى في بدايه الدوري ربنا ادانا 3 بونت الحمد لله يعني الماتش اللي فات ماشيين كويس، فبتمنى ان شاء الله نفضل يعني بالدعم الكبير ده ان شاء الله اللعيبه تقدر مستقبل وطن 2-1 فانا بتمنى الحمد لله ان شاء الله باذن الله مع الطفره دي والدفعه دي ان شاء الله اللعيبه تفضل مستمره في المكسب باذن الله ان شاء الله. رضا الويشي هيلعب كوره لغايه امتى؟ والله دي لحد ما ربنا ياذن يعني اكيد يعني
يعني انت بتفكر ازاي في يعني انا بتمنى ان شاء الله انا يعني اعتزل وانا بلعب في الدوري الممتاز، وان شاء الله انا عندي طموح ان العب دوري ممتاز. اكيد اكيد عندي حلم. زمان كان نفسي العب دوري ممتاز من فتره كبيره، لما جيت من لعبت لما جيت من جد. انا قعدت كابتن 8 سنين ما لعبش في الدوري الممتاز، سافرت شويه هنا وهنا وهنا، وجيت من جد السعودي مع اف سي مصر وصعدت ولعبت معاهم الحمد لله دوري ممتاز. ايوه السنه دي كنت هداف الفريق برضو الحمد لله. فانا بالنسبه لي اكيد حلمي ان شاء الله باذن الله العب دوري ممتاز تاني، والحمد لله زي ما ربنا سبحانه وتعالى كرمني وبقيت ليا اسم في الدرجه الثانيه ان شاء الله. يعني السنه دي اتمنى ان شاء الله ده بيتي ونادي اللي قدم لي الناس نقدر نرجعه النادي للدوري الممتاز باذن الله. ان شاء الله ربنا يكرمكم يعني باذن الله في الفتره الجايه. وكابتن محمد صلاح مدرب كبير جدا أكيد. جدا مع نادي السكه الحديد. طيب انا عايز بقى قصه رضا الويشي. قصه رضا الويشي بدايتك كانت فين؟ وبدات كوره ازاي؟ جيت القاهره ازاي؟ انا عارف ان انت من المنصوره وكان زمان بنسميك عمرو زكي الجديد. انا طبعا انا كنت بلعب رغم انت سنك قريب من عمرو زكي. انا اصغر من عمرو سنه واحده بس. ايوه انا كنت بلعب في كهرباء طلخه لحد سنه كهرباء طلخه 18 سنه او 17 سنه. بعد كده جيت نادي السكه. لعبت في كهرباء طلخه ازاي يعني انت كأي كنت شاب؟ لا كنت عندي 7 سنين لعبت شويه في نادي المنصوره يعني فتره 4-5 سنين كده. وبعد كده رحت لكهرباء طلخه وانا عندي 15 سنه. انت من طلخه اساسا؟ لا انا من المنصوره. المنصوره نفسها. من سندوب. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمني ورحت بعد كده كهرباء طلخه لعبت معاهم 4 مواسم. طبعا حابب اشكر الكابتن حمد نبيه. كابتن احمد سند. الناس دي برضو لها دور كبير جدا معايا في حياتي في الكوره. كونت شخصيه. طبعا كان بالذات الكابتن حمد نبيه ده اللي لعبنا في كهرباء طلخه الممتاز به. أيوة. الحمد لله كمان يعني انا حتى ليا صعود قبل كده مع كهرباء طلخه من الدرجه الاولى للدرجه الثانيه. فدي برضو الحمد لله دي كانت بالنسبه لي كنت جايب 8 تجوان كان عندي 16 سنه. كنت صغير لسه. فكابتن حماده نبيه ده من الناس اللي فرقت معاه في الكوره طبعا. ايوه. بعد كده بقى كابتن اسامه نبيه كابتن اسامه عربي. ففي اسامه عربي. اللي جابني بقى من كهرباء طلخه لنادي السكه. لنادي السكه. شافك ازاي بقى؟ كنا بنلعب ماتش رسمي هو كان ماسك بلديه المحله. الماتش ده لو كسبنا كنا بنلعب الكابتن ياسر رضوان وسعيد ربيع فرقه كبيره جدا. صح. فلو هو كان كسبنا 2-0 في الماتش ده انا جبت جولين وتعادلنا 2-2 في اخر سنه ضيعت عليهم الصعود فما صعدوش. فالكابتن اول مره مسك السكه الراجل شافني وجابني ودفع لي مبلغ كبير جدا في الفتره دي. كان مبلغ يعني رقم يعني. فلما جيت الحمد لله السكه لعبت مع السكه اول 10 ماتشات جبت 13 جول. خدنا الكابتن حسن شحاته في منتخب مصر الاول. يا راجل انا ما اعرفش المعلومه دي. تصدق فروحت مع المنتخب الاول. سنه كام؟ في سنه 2006 بعد بطوله. وانت في القسم الثاني؟ بعد 2006 على طول. والله بعد البطوله. فانا طبعا كنت رايح بقى خايف جدا. كنت رايح بقى الناس بتتفرج عليا وانا واقف في الشارع. فطبعا كانت بالنسبه لي حاجه. يعني انت رحت بعد بطوله امم افريقيا 2006 على طول جبت 13 جول في 10 ماتشات مع السكه فسمعت. طبعا كابتن حسن شحاته اختارك لمنتخب مصر الاول. تمام. بعد كوتش انا رحت في سني خالص بقى. عمرو زكي بقى وعماد متعب كان كل الناس دي والحضري وكابتن عبد الحليم علي الناس دي كلها. فجيت رحت بعد كده ما كنتش رحت المنتخب اللي في سني خالص. أيوة. اللي هو كان بقى منتخب شيكابالا وعبد الله السعيد والناس دي. بعد كده رحت المنتخب. احكي لي بس لما رحت المنتخب عملت ايه؟ رحت المنتخب اول يوم طبعا كنت خايف جدا. انا بشوف الناس دي بلعب مع الناس دي ازاي. فكنت خايف اول يوم. الكابتن حسن شحاته من الناس برضو اللي يعني فارت معاه نفسيا. خدني كده بعد التمرين خلاص. وقف الناس كلها وخدني تحته قال لي يا ابني انت عارف انت فين؟ قلت له انا في منتخب مصر. عارف يعني ايه منتخب مصر؟ يعني احسن لعيبه في مصر. يعني انت لو مش لعيب كويس مش هجيبك هنا. انا قعدت بعد اليوم ده واحد تاني خالص بقى. خالص كنت داخل خايف ثقه تانيه خالص والله. غير اللاعب اللي كان جاي خالص يا كابتن كريم. الموضوع بقى عادي بالنسبه لي بقى خلاص. من الناس برضو دي من المواقف اللي فرقت معايا. من اللعيبه بقى استقبلك واتكلم معاك برضو زي كابتن حسن شحاته؟ لا كابتن بركات كابتن ابو تريكه من الناس دي. فرقوا معايا بصراحه. كابتن وائل جمعه على طول كان يضربني في الامتى فرود وهو مهاجم هو مدافع. فبرضه من الناس دي انا سعيد ان انا لعبت كلموا معاك يعني. انا سعيد ان انا لعبت مع الناس دي. طب اتعلمت منهم من لعيبه كبيره ولاعيبه عندها اسامي كبيره في نفس الوقت ما تحسش ان هم يعني الناس شايفه نفسها في الكوره زي ما بيقولوا. لا الناس متوضعين. اي حد بتخش في وسطهم بسهوله جدا. فانا من لعبت اتمرنت اسبوع راح بقى منتخب مصر الاولمبي لعب في بطوله في قطر. خدوني البطوله دي. خدوك المنتخب. انت كان سنك صغير كان يعني انا اصلا كان عندي 19 سنه. يعني المفروض انا ما رحت سن اللي هو الاولمبي. أيوة. مع عبد الله السعيد وشيكابالا واحمد شديد وحسام عاشور. رحت المنتخب بقى في البطوله دي. جبت جونين وعملت بطوله الحمد لله ربنا كرمني فيها. كلموني الاهلي والزمالك واسماعيلي والمقاولين. وانت في السكه. وانا في السكه لسه. فالكابتن اسامه قال لي اصبر شويه. يعني الحمد لله مشيت جبت حوالي 23 جول في السنه دي. مع نادي السكه. رقم جامد قوي. فاخر ماتش ما صعدناش على 2 بونت.
فربنا سبحانه وتعالى كان كرمني في السنه دي. بعد كده رحت النادي الاهلي من السنه. جالك الاهلي بقى السنه اللي بعديها على طول؟ في نهايه السنه نهاية كان السنة. خلاص انا كنت مخلص كل حاجه. مع مين اللي كلمك من الاهلي بقى؟ كان الكابتن عادل القيعي كلمني والكابتن خطيب فالحمد لله انا كنت مبسوط اكيد عشان الناس كلها احنا عائلتنا كلها اهلاويه والبلد عندنا اصلا معظمها منصور فاكيد انا كنت مبسوط جدا ان تحقق حاجه بس كان نفسي كنت رايح بطموح كبير جدا بس طبعا قابلت وانت سنك صغير لعيبه كبيره جدا في مكانك مش موجوده دلوقتي. متعب واسامه حسني وفلافيو واحمد بلال وعبد الحميد حسن خمس مهاجمين دلوقتي ما فيش مهاجم ما فيش حد لا في طبعا لا أكيد حسن ومحمد شريف في ناس جامده لا كانت فرصتك في اللعب زمان كان فرصتك في اللعب ممكن تلعب دلوقتي ممكن تلعب زمان على السن ده ممكن العب لو انا معايا 2-3 مهاجمين دول العب تلعب. لكن الناس دي كانت اسامي كبيره جدا وليها اسامي وكانوا ما خدتش فرصتك في الاهلي كتير ما خدتش فرصتك اكيد بس انت ما يعني ما جالكش اصابات ما جالكش لا 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 ده عمل لك احباط شويه ولا لا بالعكس انا طلبت ان انا امشي من اطلع انت اللي طلبت طلبت من الكابتن حسام البدري امشي اروح اعاره بيع اي حاجه انا كنت عشان تلعب عايز العب والحمد لله رحت المقاولين 3 سنين انت قعدت في الاهلي موسم واحد ما لعبتش لعبت قد ايه لعبت حوالي 15 ماتش 16 ماتش ما كويس برضه لا يعني كتير الراجل كان الحمد لله كان حتى لو مش ماتشات كامله في اجزاء لا الراجل كان اول سنه ليك في الاهلي مع سنك الصغير الراجل كان بيحبني جدا خلي بالك كابتن وكان شايف ان انا ممكن ابقى في بس مين انا كان المدرب كان مانو جوزيه بس انا كنت انا حابب اللعب انا حتى بطبيعتي دلوقتي انا بحب اللعب بحب المنافسه احب ان انا ابقى موجود احب ان انا مشارك فلما رحت المقاولين الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى برضه كرمني 3 سنين من هدافين الدوري كنت ماشي كويس جدا الحمد لله بعد كده رحت الانتاج سنه قعدت الانتاج الحمد لله في الدوري الممتاز جبت جون في الجونه وكسبنا وحدنا قعدنا في الدوري بعد كده رحت بالتليفونات من سويف جت بقى المسبحه بورسعيد المشكله بتاعت بورسعيد بعد كده الدوري توقف شويه بعد كده رحت الانتاج جالي كسر كده قعدت بقى شويه ايه رحت السعوديه شويه على العراق شويه لفيت يعني لعبت على دمياط شويه كل ده كان هدف ان انا ما يعني ما بطلش كوره فالحمد لله كمان يعني كان زي ما قلت لك كابتن انا كان عندي حلم العب في الدوري الممتاز ولعبت بعد 8 سنين الحمد لله وان شاء الله العب تاني ان شاء الله ما عنديش مشكله ان شاء الله وبعدين رحت مصعد 3 فرق ورا بعض اكيد احسن 2 لعيبه في مصر دلوقتي بتتكلم اقول لك 3 لعيبه شيكابالا عبد الله السعيد زيزو شيكابالا وعبد الله السعيد حسين قدي قدك في نفس المنتخب وزيزو انت مواليد كام؟ انا مواليد 85 85 انا وعبد الله وشيكابالا 86 انا وعبد الله 85 يعني انت نفس السن نفس السن وهم لسه احسن لعيبه في مصر اكيد وانت احسن لعيب في القسم الثاني لا مش احسن لعيب في ناس احسن مني بكتير بس انا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكيد يعني انا مبسوط باللي انا فيه يعني دلوقتي صح والله كلامك مظبوط والله كلامك مظبوط فعلا يعني لما تيجي تتفرج كده تلاقي شيكابالا وعبد الله السعيد من احسن لعيبه في الدوري رغم السن فارقين يا كابتن فارقين لسه بيراميدز مجدد لعبد الله السعيد سنه كمان غير السنه اللي داخل علينا زودوا له عقده سنه فارقين يا كابتن الناس دي الجيل ده دلوقتي مواهب قلت شويه ده صعب تلاقيه مواهب قلت شويه كابتن الفكر والدماغ بقت صعبه حتى انا يعني من اللعيبه الصغيره عندنا لعيبه صغيره كتيره جدا لعيبه كويسه ايوه بس دماغه نفسها ممكن تكون مش نفس دماغ الجيل اللي انا لعبت معاه انا بقول لك انا اللي محظوظ ان انا لعبت مع بركات وكابتن حضري وبوتريكا واحمد حسن الناس الكبيره دي انا مبسوط اتعلمت منهم المينتاليتي والفكر طبعا التزام وانضباط ودايما عنده طموح ودايما بيجدد دوافعه ما بيقفش عند نقطه واحده يعني الامور مش كده دلوقتي شويه لا حتى على مستوى المنتخبات الامور مش نفس يعني كابتن حسن شحاته والناس دي المنتخب كان على حتى المنتخب مش هقول لكابتن حسن شحاته نفسه المنتخب الاول لا كان كابتن شوقي غريب والناس دي طبعا لا لعيبه ليها قيمتها ولعيبه ليها تاريخ طيب رضا الوشي يعني ما شاء الله 37 سنه ومتالق ومكسر الدنيا في الممتاز بيه شايف ايه اسباب قله المهاجمين المميزين في مصر؟ لا مش كده يعني الناس للاسف دلوقتي يا كابتن اقول لحضرتك على حاجه يعني انت بتتكلم في الدوري الممتاز بيه هكلمك على الممتاز بيه بتاعي انت لعيب مثلا دلوقتي مثلا ممكن عنده رقم مثلا 10 مليون و5 مليون و6 مليون و20 مليون ممكن النهارده الدوري الممتاز بيه باع مثلا في السنه اللي فاتت دي ب 20 مليون جنيه لعيبه ثمن لعيب واحد دي برده خلي بالك طول ما انت بتبص على الممتاز بيه هتلاقي في لعيبه جامده جدا دلوقتي عدم ان انا دلوقتي الناس بقت عايزه اخد اللعيب جاهز يعني بيدفع في اللعيب الممتاز الف كتير انا عايز لعيب جاهز يعني الكابتن حسن شحاته الله الكابتن حسن مجاد الله يرحمه من اعظم المدربين يعرف يختار لعيبه مدرب المنصوره طبعا يعرف كان بيجيب لعيب مثلا يجيب لعيب ب 20000 وب 15000 يبيعه السنه الثانيه ب 2 مليون 3 مليون طلع لعيبه كبيره جدا يعرف يطلع لك اربع مهاجمين بس كان معاه كانوا عمرو زكي العدروسي
وليد صلاح بلطيف، وليد صلاح، سامح السقا، ايمن محب، تتكلم في في في, في خمسه جامدة في خمسه بس، صح في, في, صح في نادي واحد كان يخض اي حد. فدلوقتي انت بتتكلم حتى ما فيش، حتى قطاعات الناشئين يا كابتن كريم الدنيا برضو ما عادتش زي الاول، مواهب قلت، ناس ما بتتعبش، ما بتجتهدش، ما بتحاولش ان انت تدور تفتش. الاهلي والزمالك دلوقتي بتتكلم في ناس اربع، الاهلي والزمالك دلوقتي بتتكلم في خمس ست لعيبه ناشئين. مين بيلعب في الاهلي والزمالك دلوقتي يا كابتن؟ كان زمان شوف اللي بيطلع، بس السنه دي يعني السنه دي شويه في لما في شباب بيجي طالع مدرب كويس. عايز عنده هدف عشان المدرب، عشان المدرب، وعشان كمان الزمالك بالذات كان القيد موقوف، فبدا يعتمد على الشباب، والشباب قدروا يثبتوا نفسهم. طب انا ليه ما اعتمدش عليهم قبل كده؟ ولا ليه لما اتزنق؟ فاللعيب دلوقتي النهارده كنتوا دلوقتي مثلا حسام عبد الجواد قد ايه؟ حسام قد ايه؟ حسام عبد المجيد ماتيب ده عنده دلوقتي مثلا لو جيت هتقول 15 مليون، طب ما هو كان عندك لو انت بعته ورجعته في 15 انت خدته ببلاش. صح. اسامه نبيه عندك، نيمار لا عندك، ناس سيف جعفر، هتلاقي ناس كتيره. طب دلوقتي احمد عبد القادر، محمد عم منعم، الناس دي ما انت مشيتها وجبتها تاني بعد ماتشين ثلاثه. صح. انت بص على الناس، اديتهم الفرصه تألقوا اكيد. صح. ده النهارده بعد حسام عاشور انت مش لاقي ديفندر كبير في، انا شايف كده من اسباب ان الفتره الاخيره دي لحد ما حمدي فتحي جه للنادي الاهلي وديانج، لا كان في فجوه كبيره جدا بسبب حسام عاشور. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم مع رضا الوشي ويقول لي احسن ثلاث مهاجمين في مصر دلوقتي انت مقتنع بيهم او بيعجبوك لما بتتفرج عليهم. بعد الفاصل مع رضا الوشي ان شاء الله. نرجع تاني مع رضا الوشي، ورضا الوشي حكايه، يعني حكايه جامده قوي لما تتابعوا الدوري الممتاز بالثلاث سنين اللي فاتوا كمان يعني هتلاقوا ان رضا الوشي ما شاء الله في كل نادي بيروحه بيقدر يبقى هداف الفرقه وبيصعد بالفرقه وبيسجل اهداف في اوقات حاسمه جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم صعد ثلاث فرق في ثلاث سنوات متتاليه، اف سي مصر، كوكا كولا اللي هو اصبح نادي فيوتشر، والسنه اللي فاتت كان مع حرس الحدود، وصعد حرس الحدود للدوري الممتاز. السنه دي مع السكه هنشوف بقى هتعرف تعمل الرابعه ولا لا، تعمل ريكورد جديد ولا رقم جديد ولا لا. طيب رضا، قبل الفصل سالتك عن المهاجمين اللي بيعجبوك في الدوري المصري. انا في خمسه بصراحه، خمسه كويسين بصراحه. انا عندي شادي حسين، ومروان حمدي، واحمد عاطف، احمد عاطف فيوتشر، وفخر الدين بن يوسف طبعا، سته بصراحه. وحسام حسن وشريف، وحسام حسن ومحمد شريف وسيف الدين الجزيري، هم بصراحه هم كلهم بصراحه الفتره الاخيره ماشيين كويس. أيوة. يعني بصراحه حتى حسام لما لعب وبدا ياخد بقى كويس، شريف قبل ما كان يتصاب ويقعد كان ماشي كويس، شادي بس سراميكا. في فراوده بمواصفات رقم تسعه اللي هو فيرود صريح، اكيد اكيد. وفي مهاجم زي مثلا محمد شريف او شادي حسين، لا حسام حسن ممكن يلعب جناح، ممكن يلعب تحت الفيرود. احسن اثنين في الحته دي حسام حسن وسيف الدين الجزيري. حسام حسن وسيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري فارق قوي مع نادي الزمالك في الحته دي بصراحه. ايوه ايوه، يعني راجل بيعجبني في تحركاته، في خالق مساحات للثلاثه اللي تحته بشكل كويس، فبصراحه فارق معاهم بشكل كبير. يعني مين المهاجم اللي انت تقول عليه يلعب اساسي في النادي الاهلي دلوقتي؟ في ثلاثه، في حسام حسن، وفي محمد شريف، وشادي حسن. حسب ظروف اللعب يعني. شريف انت لو بتلعب فرقه مثلا متكتله اكيد هلاعب حسام حسن. وشادي فرقه مثلا مداك مساحه لعب شريف، من احسن الناس بتحرك بين الخطوط في صح. لو هتلعب حسب المنافس طبعا يعني. اكيد يعني ما كل ماتش ممكن انا محتاج كورسات كتيره اكيد هلاعب حسام حسن وشادي، محتاج العب في عمق الملعب اكيد هلاعب شريف. ايوه ايوه. مين المهاجم اللي يبقى رقم واحد في مصر؟ لا ما اقدرش اقول لك يا كابتن بصراحه، لان المستويات قريبه من بعض. مفيش حد يتسابق يعني مصطفى محمد لا مصطفى ماشي، انت بتكلمني في مصر، منتخب مصر لا مصطفى دلوقتي مصر. مصطفى كمان حتى اتطور دلوقتي. احنا ليه بنقول هالاند والناس دي؟ لا الناس دي بيئه تانية خالص غيرنا. مع لعيبه تانية خالص غيرنا، مش لا بالعكس. النهارده لما صلاح راح في مكان وخد وشاف البيئه دي واهتم وبقى طور من نفسه وبقى عايز يعمل حاجه بقى محمد صلاح مقود. اللعيب من اي لعيب في الدنيا كابتن كريم هتوظفه في بيئه كويسه وبقى عنده طموح اكيد يوصل لاي حاجه. هي بتبقى جوه اللعيب نفسه. يعني اللعيب مش هقدر اقول له مثلا انت تصعد او انت النهارده يعني لازم يعني تبقى. مصطفى محمد هو مهاجم منتخب مصر الاول، مش حد اللي فاتت قريب منه؟ لا شايف ان هو دلوقتي يعني هحط مصطفى واحط اي حد بعد كده. بصراحه يعني مين اللي يجي بعد مصطفى محمد؟
هيجي بقى تجيب بقى اي حد يعني، تيجي حتى كوكا لما بيجي المنتخب ممكن بيبقى مظلوم يعني شويه يعني. بشوف ان هو بيقدم برضو بره بشكل كبير جدا كويس. انت بتتكلم دلوقتي حسام حسن، وبتتكلم مروان، بتتكلم شادي، بتتكلم لا يعني الناس اي حد فيهم قريبين من بعض دلوقتي. انا شايف ان مصطفى بعد كده هحط اي حد بعده. طيب شايف الدوري السنه الجايه بقى ازاي اللي هيبدا بكره؟ دوري جديد شايف الدوري السنه دي محترم جدا، الفرقه كلها مقدمه، بتجيب صفقات جامده جدا، عامله اول مره احس يا كابتن ان في استراتيجيه للانديه. كل نادي وعارف هو عايز ايه يعني، باستثناء اثنين ثلاثه انديه طبعا دي ظروف الصرف عنده، ظروف الامكانيات. لكن انت بتتكلم حتى في اسوان على قد قله الموارد اللي موجوده، كابتن ياسر مرعب عامل طفره كبيره جدا وجايب لعيبه محترمه. الدوري شايف الدوري بقى السنه دي ممتع ودوري كبير، في احمد حمودي وفي محمد حمدي زكي، اسامي كبيره، في ايفونا اسامي كبيره جدا يعني، اسامي الراجل ده اما يجيب قدر يجيب الناس دي هنا اكيد. الراجل ده بصراحه انا حاوش، انا ماليش علاقه بيه خالص ولا عمري اتكلمت معاه، بس انا حبه، انا بحب الناس اللي بتشتغل يعني بره الصندوق. انا بحب الناس اللي بتبقى عايزه تعمل حاجه للمكان اللي هي تنجح، مش ان انا بسهل، النجاح سهل يا كابتن، بس ان انا لازم ابقى بتعب ولازم ان انا بشتغل وبجيب ده وبجيب ده. لا اسامي، بتشوف اسوان دلوقتي اول سنه في تاريخ اسوان تجيب اسامي جامده كده. صح، اتمنى ان شاء الله. اكيد انا بحب اسوان. في لعيبه مهمه برضو بتلعب في الدوري المصري دلوقتي طلعت من اسوان يعني، حتى لعيبه الاجانب زي اريك تراوري مثلا كان بدايته في اسوان، رزاق سيسي كان بدايته في اسوان. يعني اسوان برضو من الانديه اللي بتعرف تكتشف لعيبه كويسه وبتعرف تجيب لعيبه افارقه كويسه. محمود شمال كان معانا في اف سي مصر وراح اسوان وخلاص كان لعب معانا الراجل راح اسوان وبعد كده. فهي المنظومه كابتن بتاعه النادي أيوة. طول ما هي عارفه هي عايزه توصل لفين اكيد يعني. الفرقه اللي كنت بحترمها جدا فيوتشر، ايوه فيوتشر بنى فريق كبير من اول سنه، بقى ليه اسم كبير خلاص، هو جاي من اول يوم شاري النادي عارف انا عايز اوصل لفين. دلوقتي الكونفدراليه بيلعب دلوقتي ليه اسمه كبير جدا في الدوري من اول يوم مولود مولود فرقه كبيره. فانا بحب الناس اللي هي بتفكر كده. منافسه ازاي في الدوري المصري الموسم الجديد؟ المنافسه تبقى شرسه جدا على الانديه كلها. هتبقى اهلي وزمالك، زمالك واهلي؟ لا ولا في فرقه ثانيه هتخش؟ ما اتوقعش. لا لا على إيه الصفقات اللي موجوده، لا في ناس كتيره، في قول لي انت شايف في بيراميدز وفي فيوتشر وفي حتى البنك نفسه عامل صفقات كبيره جدا. لا بتتكلم في انديه كبيره جدا يا كابتن كريم دلوقتي، عامله ارقام وعامله فرق. لا المصري نفسه، المصري دلوقتي مع مستر كامل ده عامل برضو جاب اسماء كبيره. لا في فرق دلوقتي انا حاسس ان الدوري مش هيقدروا ينافسوا الاهلي والزمالك اكيد، ولا برضو المركز الاول والثاني محجوزين للاهلي؟ مفيش حد ينافس الاهلي والزمالك. ليه؟ كان بيراميدز ينافس بالامكانيات دي. خد المركز الثاني السنه اللي فاتت. انا بتكلم على منافسه شرسه لحد اخر يوم. ما هو بيراميدز خد الثاني والاهلي الثالث، ما عنديش مشكله. انت خدت بطوله بالاسامي دي؟ لا ما خدش بطوله. الاهلي والزمالك كابتن قيمه التيشيرت نفسه او قيمه النادي بيلعب من اول يوم. حتى زمايلي اللي انا بلعب معاهم بقول لهم كده، الفرق بين الاهلي والزمالك عن فرق اي تاني، انا مصدق نفسي ان انا اخد 3 بونت. انا نازل ما عنديش غير هدف واحد بس، المكسب. ايوه حتى الفرق الثانيه الكبيره اللي انا بقول لك ذكرتها، المصري بلعب الاهلي ممكن يكون خايف منه، بلعب الزمالك ممكن يكون عنده رهبه الاهلي والزمالك. جمهورك نفسه، جمهور نادي الاهلي والزمالك مختلف تماما عن اي جمهور يعني. ايوه ايوه حتى السوبر اللي جاي ده انا شايف ان هو يبقى من ماتش السوبر اللي جاي 28، انا شايف ان ده يبقى من احسن الماتشات اللي ممكن تبقى بين الاهلي والزمالك في اخر 7 8 سنين. ليه بقى اشمعنى؟ الناس طبعا النادي الاهلي دلوقتي بقى عنده الناس ارتاحت، ناس خلاص خدت نفسها، جاب 3 صفقات ماشي، نادي الزمالك عامل صفقات كبيره جدا، فالاهلي والزمالك مستواهم كويس يعني طبعا. الماتش الناس كلها مريحه والناس دلوقتي كلها دلوقتي. طب مين يكسب يا رضا؟ انا اتمنى النادي الاهلي يكسب. انت اهلاوي اكيد؟ انت اهلاوي. اتمنى انت اهلاوي عشان لعبت في الاهلي ولا انت اساسا اهلاوي؟ انا اهلاوي، انا اهلاوي، انا بحب النادي الاهلي. انا بتمنى ان شاء الله النادي الاهلي. التمني حاجه والتوقع. لا طبعا انا مش بص الماتش يا كابتن هيبقى 50-50. بس اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي في اللعيبه لما رجعت واللعيبه خلاص خدت راحتها، النغمه اللي احنا كنا بنقول ان اللعيبه مجهده، اللعيبه تعبانه خلاص كده، اللعيبه خدت حقها. معاك اتنين مدربين دلوقتي، فيريرا مدرب جامد انا بيعجبني، بحب المدربين بيشتغلوا وبيطور من اللعيبه، اللعيبه كلها دي رؤى دلوقتي، رؤى دلوقتي من احسن الديفندرات اللي موجوده في الكره المصريه. فما عندوش، انا حتى في موقف شدني بالنسبه لسيد نيمار ده في ماتش بيلعب طلعه بين الشوطين. فانت حتى لو انت انا مديك ثقه، لا ما عنديش، النجم الواحد هو الفرقه. أيوة. فانا بحب المدربين دي. ده بالنسبه لفيرير اكيد. كولر في الماتشين اللي فاتوا انا متفائل بيه، راجل يعني برضو قلت لك اللي فارق مع حاله اللعيبه، عكس سواريش برضو لما جت الدنيا كانت اللعيبه بعيده جدا. فانا شايف اللعيبه دلوقتي الماتش هيبقى جامد جدا يا كابتن.
ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. براحتك يعني انت رايك حر طبعا. اكيد 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 انا بتمنى اكيد كل واحد يعني انا بتمنى ان شاء الله الاهلي بس الماتش يبقى جامد الماتش يبقى حلو الماتش يبقى استمتع بيه وفي الامارات كمان وجماهير ان شاء الله يقدموا كره كويسه تليب سمات الكره المصريه. طيب هاخد توقعاتك بقى الماتشات بكره قبل ما نختم. تمام هاخد توقعاتك لماتشات الاسبوع الاول من بطوله الدوري. ماشي ماشي. بكره في ثلاث ماتشات الاتحاد السكندري واسوان في اسوان. اسوان يكسب ان شاء الله. اسوان يكسب ان شاء الله. انت بتشجع اسوان ولا؟ بحب اسوان والله. انت لعبت في اسوان قبل كده؟ لا. امال ايه السبب؟ انا بحب اسوان. بحب شكلك هتروح لهم كده قريب. لا لا في يناير ولا حاجه. لا 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 بجد بتحب اسوان؟ انا بحب اسوان. اه انا معاهم الكابتن حماد السيد ده بالنسبه لي اخو كبير يعني انا بحبه جدا. كابتن حماد هو ماسك دلوقتي ماسك في الجزمه وبحب الكابتن ربيع ياسين جدا طبعا. الناس برضو المجتهده جدا اكتشفوا لعيبه كتيره جدا جدا على مستوى المنتخبات. اسوان والاتحاد السكندري. انت بتقول اسوان. البنك الاهلي وفاركو هبقى ماتش رخم. اه بس ممكن البنك يخطف الماتش. يعني ايه رخم؟ يعني الفرقتين كابتن خالد عنده سيستم لعب وفاركو عنده سيستم لعب مختلف خالص يعني. وبيلعب بثلاثه فاركو بيقفل الجيم كويس فممكن يبقى صعب شويه على البنك في الحته الهجوميه شويه. اه الدفاع بتاع فاركو قوي. طب اكيد. لكن انت بتقول مين؟ 0-0 او تعادل. او تعادل. تعادل. المصري وسيراميكا ماتش جامد. الفرقتين مدعمين جامد جدا وجايبين اسماء كبيره. سيراميكا انا بحب الكابتن احمد سامي جدا. المدربين انا برضو مش هقول لك اتعاملت معاه بكلمك على شغل ناس انا بحب اتفرج على الناس. ايوه يعني انا بطبيعتي احب اتفرج على شغله فرقته اداء فرقته بيعجبك فكره. بيعجبني يعني عاجبني بصراحه من ايام ما هو كان ناس ماسك نجوم المستقبل. ايوه انا بحبه بصراحه راجل بيشتغل كويس انا بس الماتش صعب. ماتش صعب. ماتش صعب. مين يكسب يعني؟ في المصري؟ مصري وسيراميكا. لا يبقى صعب برضو حتى الاثنين مدربين جامدين كابتن ايهاب جلال وكابتن احمد سامي. ما اقدرش اقول لك يعني هما الاثنين برضو عندهم نفس يعتبر سيستم اللعب شويه. ابني الهجمه وان انا استحواذ والكلام ده فالماتش هيبقى صعب. قول لي قول لي تعادل. تعادل برضو. يعني انت تتوقع بس اسوان يكسب بس. الاتحاد والبقيه البنك الاهلي وفاركو تعادل ومصري وسيراميكا تعادل. قبل ما نختم بقى مين احسن مدرب رضا رضا الويشي اشتغل معاه او درب رضا الويشي؟ لا ولا انا مش مدرب واحد يبقى انا بظلم ناس كتير يعني. قول لي مثلا اثنين ثلاثه اثروا في حياه رضا. كابتن عندك كابتن حماده نبيه. كابتن حماده نبيه انت قلت لي كهربا الطلخه في البدايه. كابتن اسامه عربي السكه الحديد. وكابتن احمد حافظ كان ماسكني في السعوديه. السعوديه احمد حافظ كان بتاع وادي دجله. لا لا مش كان وادي دجله احمد حافظ وراح السعوديه. لا لا كابتن احمد حافظ كابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح دول اربعه الناس اللي فرقوا معايا. الناس اللي فرقوا مع رضا انا بحبهم جدا يعني بصراحه بحب ارتاح معاهم في الشغل يعني. ربنا يوفقك والله يا رضا السنه دي ان شاء الله وتعمل تكسر الدنيا كده بس كحدي. وانت جبت جول في اول ماتش الحمد لله. يعني الماتش اللي فات انت وشرويده برضه ثنائي جامد قوي. شرويده ورضا الويشي. أكيد. احمد شرويده من المهاجمين الجامدين كبيره جدا طبعا وشخصيه الواحد اتفاجئ بيها بصراحه. لا جميل شرويده بس لما بيبقى لا مش مشكله بتضرب منه صح. وانت برضه سلم لي عليه شرويده. شرويده جميل. شرويده من المهاجمين المميزين جدا. بشكرك يا رضا والله واتمنى لك كل التوفيق وسلامي بقى لكل لعيبه السكه. بكرمك يا كابتن. وكابتن محمد صلاح والتوفيق السنه دي ان شاء الله تعملوا موسم قوي ويبقى لكم فرصه في الصعود ان شاء الله للدوري الممتاز. ان شاء الله باذن الله. الله يخليك يا رضا. بشكرك وسعيد ان انت كنت معانا النهارده وعايزينك تكمل. سيبك بقى من قصه انا عارف ان انت عندك اراده قويه. موضوع السن ده ما بيفرقش معاه. عطائك في الملعب ومجهودك هو اللي بيفرق. اكيد يا كابتن. وكل الانديه ما شاء الله انا عارف السنه دي ان جالك عروض كتير جدا من انديه القسم الثاني. لا بس كان الاول الناديه وبيتي اكيد يعني. أكيد. اتمنى أكيد. ان شاء الله ان انا يعني ربنا يكرمنا انا وزمايلي والمنظومه زي ما قلت لك كابتن الموضوع مختلف ان احنا نبقى قد الحدث اللي النادي عايز يوصل ليه ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا رضا. شكرا. بشكر كل المشاهدين. بشكر كل طاقم العمل. بكره ان شاء الله استنونا الساعه 11 بالليل بعد انتهاء الجوله الاولى من بطولة الدوري او مش الجولة الاولى الثلاث ماتشات اللي في الجولة الاولى بكرة ان شاء الله او اليوم الاول لبطولة الدوري الممتاز ونستمتع مع بعض بكرة بكل التفاصيل وكل نتائج الماتشات والاهداف باذن الله. بشكركم وتصبحوا على خير.